مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من هنا العاصمه. طبعا احنا تابعنا مع بعض احداث كتيره امبارح، وكان منها حدث مهم جدا يمكن مستمر حتى اليوم، وهو العالقين المصريين. 15,000 مصري عالقين امام معبر راس جدير التونسي. وقلنا امبارح كلام كتير جدا عن الانسان المصري وعدم الاهتمام به واهانته في الداخل وفي الخارج. ما كناش نعرف احنا بنتكلم امبارح عن اهانة المصريين والاعتداء عليهم الاستخفاف واهانة كرامتهم الانسانية. ما كناش نعرف هم واحنا بنتكلم عن واقعة ليبيا والازمة اللي موجودة على الحدود الليبية التونسية ان النهاردة هتتفجر فضيحة او مفاجأة جديدة. انا اسف، انا ما بعرفش استخدم وما بحبش كلمة فضيحة، ولكن للاسف ما فيش وصف ينفع مع الواقعة اللي حصلت اليوم والتي كشف عنها اليوم غير كلمة فضيحة. لكن قبل ما ندخل على القصة اللي هنعرضها على حضراتكم دلوقتي، ويمكن كتير شافوها على مواقع التواصل الاجتماعي لكن هيكون عندنا نقاش حولها اليوم، خلونا أقول لكم عندنا إيه في الحلقة النهاردة. بعد جولتنا الإخبارية هيكون عندنا لقاء مهم وخاص جدا في هذه الحلقة مع المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور هو الآن في دائرة الضوء. طبعا هناك نادي كبير جدا، القطب الثاني في الكرة المصرية، نادي الزمالك، في مواجهة الأهلي دائما وأندية الدوري المصري والكأس وغيره، حاصل على بطولة كأس مصر هذا الموسم، بالإضافة إلى التطورات التي تحدث في نادي الزمالك، أهمها طبعا الجهاز الفني الجديد بقيادة اللاعب والكبير كابتن حسام حسن وابراهيم حسن، وايضا يمكن ابعاد او استبعاد كابتن احمد حسام ميدو من الاداره الفنيه للنادي او للفريق. هنتناقش معاه في قضايا كثيره جدا بما فيها الترا الزملكاوي او النايت وايتس اللي والاحداث اللي حصلت امبارح من اقتحام للنادي او غيره. في قضايا كثيره جدا هتطرح على المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. الواقعة إيه النهاردة؟ مواطن مصري وضع على أو رفع على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فيديو، يمكن هو الفيديو ده صادم جدا، يمكن أنا مش قادر أتكلم عنه كتير لأنه أنا ما قدرتش أكمله، يعني كملته بالعافية وأنا بشوفه. لاعتداء صارخ جدا واعتداءات وحشية جدا على إنسان مصري، بني آدمين، مواطنين مصريين، أطفال، هم الذين يواجهون أقصى ظروف وأصعب ظروف ممكن يواجهها إنسان في الدنيا كلها، لأنهم أيتام. أيتام وما لهمش عائل آخر، يعني ربما يفقد البعض مننا والده أو والدته أو الاتنين مع بعض، ولكن يجد في أهله من يعوله في هذه الحياة أو يربيه. ولكن دول أطفال في دور الرعاية الحكومية والخاصة، بيواجهوا مصير مجهول دائما، وحضراتكم عارفين واتكلمنا كتير جدا قبل كده عن الاوضاع المترديه والسيئه جدا في دور رعايه الايتام في مصر. يمكن الاعلام اتكلم عنها كتير جدا ولا يحدث شيء، ما فيش اي حاجه بتتطور في هذه المساله. انا مش عايز اطول على حضراتكم، ولكن مدير الدار دي اللي اسمها دار مكه المكرمه بالهرم في الجيزه كان بيعتدي بشكل متواصل بالضرب والتعذيب وغيره على الأطفال من نزلاء هذا الدار. الاعتداءات دي اتصورت فيديو، ويمكن هي النهاردة كشف عنها، ولكن المعلومات التي لدينا أنها تم تصويرها منذ سنة تقريبا. ولكن اللي عايز أقوله قبل ما نشوف الفيديو مع بعض وهنتناقش حوله، أنه دي مش حادثة فردية. انا باكد لحضراتكم ان ده بيحصل في دور رعايه ايتام كثيره جدا، وبيحصل اكتر منه، وبيحصل مش اعتداء بالضرب بس، في اعتداءات جنسيه وفي تعذيب وفي كل حاجه في الدنيا. بس في الاخر واحنا بنشوف مع بعض هنتالم كتير وهنقول يا حرام، وبعدين والاطفال دول ايه، والقصه ايه الموضوع، وحرام علينا كده، ويا قلبي ويا روحي والكلام ده، ماشي. بس احنا بنعمل ايه في الاخر؟ ولا حاجه، لا مجتمع ولا حكومة. أنا بقول مجتمع قبل الحكومة. إحنا واضح إن إحنا قلبنا بقى قاسي جدا، مش مسألة إن ضميرنا واخد أجازة، لا، قلبنا كمان واخد أجازة، لا بينبض ولا بيدق ولا بيحس بأي حاجة في الدنيا، وإلا ما كانش ده حصل
في مصر، وبيحصل كتير. بقول لحضراتكم ان اللي بيتصور مره اكيد في عشرات ومئات الوقائع بتحصل ورصدتها الصحافه كتير، ولكن للاسف احنا مغمضين ولا بنحس ولا حتى عايزين نفهم ولا عايزين نتصلح. نشوف مع بعض الفيديو ونرجع نتكلم عنه. أنا مش قادر، يعني ده مش بني آدم أولا. وبالمناسبة هو طبقا للي منشور على الفيسبوك اللي نشره المواطن محمد فريد اللي رفع الفيديو ده على الفيسبوك، قال إن اسم مدير الدار، دار الأيتام اللي اسمها مكة المكرمة في الهرم في الجيزة، اسمه أسامة محمد عثمان، مدير دار مكة المكرمة لرعاية الأيتام في شارع الهرم. يعني أنا بعتقد إنه أولا ده مش بني آدم، ثانيا القصة مش قصة هذا المخلوق أو هذا الكائن أسامة محمد عثمان، مش قصته، لأنه دي مش واقعة فردية ودي مش حالة خاصة. علشان نكون محددين ما نقعدش بقى نتكلم في أسامة، لا القصة مش أسامة، القصة البلد اللي أنتجت أسامة، المجتمع اللي طلع بني آدم زي ده، السيستم والحكومة والجهات اللي بتراقب وبتشرف على دور الأيتام دي هي اللي مسؤولة عن الفيديو ده، هي اللي مسؤولة عن المنظر ده. مفيش بني آدم يستحمله في الدنيا، أطفال ولاد وبنات في السن ده بيتعامل فيهم المنظر ده. ازاي هنعالج المشكلة دي؟ هو احنا هنحاكم أسامة؟ مش حقيقي، مش صح. هو احنا هنحقق معاه في وزارة التضامن؟ هو احنا نوديه النيابة؟ هو احنا هنقفل الدار ولا قفلناها زي ما بيتقال ان محافظ الجيزة قفلها او غيره او الكلام ده؟ القصة مش كده يا جماعة، القصة مرتبطة باللي قلناه امبارح هنا في البرنامج، بانه الانسان المصري هو اساس الحالة اللي احنا فيها، وهو اساس الحالة اللي ممكن نكون فيها بعد كده. مفيش فرق خالص ما بين اللي بيحصل للمصريين على الحدود الليبية التونسية وفي كل دول العالم من ضرب واهانة، وبين اللي بيحصل للاطفال دول، ولاد وبنات، المنظر ده في دار ايتام جوه الجيزة، جوه القاهرة الكبرى في شارع الهرم، مش بعيد، مش في نجع، مش في قرية، مش مستخبي، ده في الهرم. مفيش فرق. الإنسان المصري، تمام،
اللي احنا معتمدين على انه هيبني البلد مش هيبني البلد. ازاي احنا بنهرج الولاد والبنات دول؟ هيبقوا ايه في المجتمع لما يكبروا وبيتعمل فيهم ده؟ هيعملوا ايه؟ هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا علماء واطباء ومهندسين واساتذه ومعلمين ومعلمات؟ ازاي؟ هيطلعوا عمال فنيين ومهنيين ومهره ويشتغلوا في المصانع وننتج زي ما احنا قاعدين نقول وعمالين نقول النهضه والتطور والتقدم؟ مش حقيقي. ما نخدعش نفسنا. دول الطبيعي يطلعوا ناقمين وكارهين مش بس مصر والبلد، ده كارهين كل واحد ماشي في الشارع، لان هو اللي بيضربهم دلوقتي. أسامة ده هو كل واحد فينا، لان احنا ساكتين، لان احنا بنرعى ده. أسامة ده هو الشعب المصري كله، هو الحكومة، هو الجهات المسؤولة، هو القضاء، هو النيابة، هو الشرطة، هو وزارة التضامن، هو أنا وانت، هو المجتمع بالكامل. دول لما يقتلونا ما اقدرش الومهم، لما يسرقونا ما اقدرش الومهم، لما يتحولوا البلطجية وتجار مخدرات وكل حاجة في الدنيا تلومهم على ايه؟ ما هم دول احنا اللي انتجناهم، احنا البذرة، احنا الرحم اللي طلعهم. وللأسف بقول لكم وانا مسؤول عن الكلام ده، هذه ليست واقعة فردية وليست الاولى، واتزع زيها كتير وقفنا عندها وقعدنا نبغبغ ونتكلم ونقول والحكومة تقول هنحاسب ونقفل الدار والكلام ده، مش حقيقي. مش هو ده الحل. هضطر ان انا اطلع فاصل عشان اذان العشاء، مش عشان الفيديو، هنكمل ونكمل مع حضراتكم. هيكون معانا المسؤولين عن متابعة هذه الواقعة، وان كنت ارى انها ليست واقعة انها ظاهرة وواقع نعيشه بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنعرض فيديو الاعتداء على الأطفال في دار أيتام مكة المكرمة في الهرم، وكنا بنقول أنها ليست حالة فردية ولكنها ظاهرة، المشاهد اللي حضراتكم شايفينها دي. والسبب إيه؟ السبب إنه بيعذبهم وبيضربهم وبيعتدي عليهم بهذا الشكل الوحشي، واحد واحد، بنت بنت، ولد ولد، علشان يتفرجوا على التلفزيون، عشان فتحوا التلفزيون. زي ما يكون التلفزيون ده جريمة، أطفال صغيرين بيتفرجوا على التلفزيون. والضرب، شايفين الضرب ازاي؟ اسمحوا لي، انا معايا السيده الفاضله غاده والي، وزيره التضامن الاجتماعي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ مجدي. سياده الوزيره، حضرتك شفت الفيديو كم مره لغايه دلوقتي؟ انا شفته مره واحده. ايه رايك يا فندم؟ انا اول ما شفته طبعا كان فيديو بالنسبه لي صادم جدا، انا ما قدرتش اكمله، اتصلت مباشره بالسيد مدير امن الجيزه، واتصلت بيه والنائب العام، وارسلت مجموعه عمل من الوزاره من 6 موظفين معاهم ميكروباص، وصلوا المقر الجمعيه الساعه 3 الظهر، بعدها على طول وصل القوه من القسم الطلبيه مع مباحث الاحداث علشان يدخلوا هذه الدار ويطمئنوا على الاولاد، لان كان اهم حاجه عندي واحد ان احنا نطمئن على الاولاد ونطلعهم من هذا المكان، اثنين ان احنا نحاسب هذا الرجل ويتم محاسبته بالقانون وردعه، علشان ما حدش يفكر يعمل هذا التصرف البذيء المريض مع اي طفل تاني. والحاجه الثالثه بقى ان احنا نتاكد، وهي الاهم الحقيقه، ان ده ما يحصلش تاني في اي دور اخرى. فاول حاجه لما روحنا، الاولاد اللي موجودين في الدار مختلفين عن الاولاد اللي في الفيلم، واكبر سنا بفتره يعني اكبر سنا بكثير الحقيقه. فبالتالي كان مهم نعرف هو ايه الموضوع. ولما ابتدينا نبحث في هذا الموضوع ظهر لينا ان هذا الفيلم واضح انه مسجل منذ فتره طويله وتم استخدامه دلوقتي. زوجة المتهم يا فندم او مدير دار الايتام ده بتقول في تصريحات ليها انها مصوره من سنه. الحقيقه هو واضح من سن الاولاد اللي شفناهم انه اكبر من كده. احنا رتبنا لنقل الاولاد دول، هم 10 اولاد وثلاث بنات سنهم في حدود 12 سنه. احنا ننقلهم الى دار اخرى، مكان للبنات ومكان للاولاد، وانهم يكونوا في دار مؤتمنه ومحترمه، وهناك الكثير من الدور المؤتمنه المحترمه. الفيلم بقى اتصور من سنه او من اكثر من سنه، ده يعتبر من تستر على جريمه. طيب
ده مدير دار الايتام يا فندم صح؟ اسامه محمد عثمان. المشرفه على هذه الدار سيده موجوده في قسم الطلبيه وجاري التحقيق معها. هذا الرجل هو بيرأس الجمعيه المسؤوله عن هذه الدار. بيرأس ايه يا فندم؟ جمعيه مسؤوله عن هذه الدار، دي جمعيه اهليه يا فندم. جمعيه هذه الدار اللي موجوده في الهرم. الجمعيه دي واخده ترخيص يا فندم؟ اي يا فندم، الجمعيات الاهليه بتاخد ترخيص من المحافظه، من مديريه التضامن في المحافظه. طيب. لممارسه مجموعه انشطه متنوعه، وبعدين لما بتيجي تعمل دار ايتام بيروح بقى ناس من المحافظه يبصوا على المكان ويتاكدوا من وجود المكان وهكذا. طب السؤال يا فندم، بنشتغل عليه وهو الاهم الحقيقه من كل ده، بقى لنا 3 اشهر بنشتغل عليه، اشتغلنا عليه مارس وابريل ومايو، هو وضع معايير للجوده لهذه المؤسسات. انا بينزل عندي مراجع 3 مرات في السنه، يرجع بتقرير يقول مرضي غير مرضي، انا ما اعرفش ايه اللي مرضي وايه اللي غير مرضي ومرضي بالنسبه لمين. فبالتالي كان مهم وضع معايير للبنيه التحتيه لهذه الاماكن، مكان يبقى شكله عامل ازاي، مواصفاته ايه، ومعايير للبنيه البشريه لهذه الاماكن، عدد المشرفين، نسبتهم لعدد الاطفال، نوع التاهيل اللي بيحصلوا عليه، شهاداتهم، بحيث ما يسمحش الراجل ومراته زي دول يشتغلوا ويفتحوا هذه الدار ويجمعوا تبرعات على حساب الاطفال دول. طيب سياده الوزيره، سياده الوزيره، السؤال دلوقتي، هل هذا الرجل او غيره مسؤول عن جمعيه بتعمل دار ايتام، هل بيتم التحري عنهم او معرفه احوالهم ايه او التفتيش عليهم، خصوصا ان احنا عندنا معلومات بتقول ان اسامه محمد عثمان ده اللي موجود في الفيديو ده عنده 3 قضايا، قضيه اتلاف وقضيه تهديد عاملين في الدار وفي الجمعيه بعدم العدم الافصاح عن ممارساته، وقضيه فعل فاضح. طب كيف يكون رئيس جمعيه او مسؤول جمعيه بتعمل دار ايتام عنده القضايا دي ومسؤولين عن اطفال؟ الحقيقه انا ما اعرفش انه عنده هذه القضايا، لكن اي واحد بيعمل جمعيه اهليه بيتم الاستعلام امنيا عنه. هذه الجمعيه اشترت منذ 12 سنه، فعندك حاجه من اثنين، يا اما حينما تم الاستعلام عنه ما كانش ارتكب هذه الجرائم ولما اتعملت هذه الجمعيه، لان بيتم الاستعلام امنيا عن مؤسسين الجمعيات وعن خلفياتهم قبل الموافقه ليهم الجمعيات. خلي حضرتك بالك ان الدستور بيسمح بتاسيس الجمعيات بمجرد الاختار. دي جمعيه اهليه ومنظمه، بس ده بس ده بس بس ده الدستور الجديد يا فندم. انا أيوة بتكلم، ايوه يا فندم، انا بقول لحضرتك أيوة هذا الرجل حينما تقدم بطلب اشهار جمعيه من 12 سنه تم الاستعلام عنه وفقا للقانون، اتصور ذلك. ده قضيه في 2004 وقضيه في 2008 وقضيه في 2009، يعني مش جديده. ايوه يا فندم، عشان كده هذه الجمعيه اشهرت في 2000 من 12 سنه في 2002. طيب اثناء هذه القضايا اللي قال لنا عنها مين؟ مراته اللي مختلفه معاه اللي مسجله له الفيديو. طيب اثناء الفتره دي 12 سنه ما بيتمش التفتيش او التحري عنه بحكم ان هو مسؤول عن اطفال؟ بيتم التفتيش مرتين في السنه بتقرير مالي واداري وبزيارات دوريه من مرتين الى 3 في السنه. طب هل جالكم شكاوى حول هذه الدار؟ انا بصيت في ملف هذه الدار وعرفت ان في مخالفات ماليه واداريه من شهرين 3 تم التحقيق فيها واحالتها للنيابه، ولم يكن هناك شكاوى في الملف تخص التعامل مع الاولاد. والسؤال ايضا، هل المخالفات الماليه والاداريه مش بتؤكد ان هناك في مشكله في الدار ما اتحركناش فيها؟ علشان كده هذه المخالفات الماليه والاداريه تابعه لمديريه التضامن في الجيزه، وكان في قرار صادر بانه بحل مجلس اداره الجمعيه واستاد هذه الدار لجمعيه اخرى. علشان كده احنا بقول لحضرتك الفيديو ده قديم وقد يكون ظهر لانهم لقوا ان احنا بقالنا بنحقق شهرين 3. طب سياده الوزيره، سياده الوزيره، السؤال هنا برضو، هل تم تقديم هذا الفيديو من 3 صور زي ما قالت زوجته لاي جهه في مصر جالكم؟ احنا لم يصلنا هذا الفيديو، واذا ثبت انها قدمته لاي موظف في الوزاره انا هحوله للتحقيق وهرفضه. طيب ده تستر على جريمه. طيب اعتقاد شخصيتك وحضرتك، وحضرتك يمكن بقالك وزيره 3 شهور، اعتقادك الشخصي ده بيحصل في دور ايتام كتيره ولا لا؟ ده بيحصل في دور ايتام، مش لازم بهذه القسوه وهذا العنف،
لكن هناك أشكال متنوعة من الاعتداء اللفظي أو الإهانة، قد يكون من الاعتداء البدني، قد يكون من الاعتداء الجنسي. أنا ما أقدرش أقول لحضرتك إن أنا وأنا بكلمك النهاردة مطمئنة على كل طفل في كل دار، لكن اللي أقدر أقول لحضرتك إن أي واحد هنعرف إنه بيعمل أي حاجة لن نتركه وسنحاسبه وناخد بطار الأولاد دول، وإن إحنا هناخد كل الإجراءات علشان دورنا كمراقب ومشرف يكون أقوى وأفضل، وموظفينا يعملوا شغلهم بشكل لا لا أفضل. لا اسمحي لي أختلف معاك يا سيادة الوزيرة. خلينا بس نناقش الموضوع صح، بمعنى إن إحنا لما نعرف أي حد بيعمل ده هنعاقبه وناخد الطار للولاد. مش ده اللي يصلح المسألة، المفروض السيستم والنظام هو اللي يصلح المسألة. لا لا لا، مش ده اللي يحصل المسألة، دي آخر حاجة. طب هنصلحها إزاي؟ أنا قلت لحضرتك أول حاجة حضرتك محتاج لمعايير لهذه الدور من أول الترخيص. الترخيص ده الناس ياخدوه على أي أساس؟ لازم ياخدوه بناء على معايير للجودة لدور الأيتام والحضانات، معايير للبنية التحتية شكل المبنى عامل إزاي ومواصفاته إيه، معايير للبنية البشرية الموظفين دول تدريبهم ايه، تأهيلهم ايه، خلفياتهم ايه، آلية للرقابة تسمح برقابة من جهة الرقابة تكون اكثر تدقيقا واكثر وعيا، وايضا آلية رقابة مجتمعية بحيث انه يبقى عندك في المجتمع، وده اللي احنا بنفكر فيه، احنا المعايير الجودة طلعنا بيها قرار وزاري في 1/6، آلية التدريب بنحط لها دلوقتي الآليات عشان هتتنفذ من الموازنة الجديدة. أنا بقول لحضرتك إنه عدد دور الحضانة والأيتام اللي بتشرف عليها جمعيات أهلية محتاجة تشديد للرقابة من عندنا، محتاجة أيضا معايير واضحة وتدريب للمراقبين عشان يعرفوا نزل الرقم على إيه، لأن ما يرضيك لا يرضيني، هو يمكن شايف إن ده عادي، واحد تاني شايف إن ده مش عادي، واخد بال حضرتك؟ مكان نظيف ولا مش نظيف ده برضو مسألة قابلة للأخذ والرد. أنا عايزة معايير واضحة للبنية التحتية، معايير للبنية البشرية، رقابة دورية ومحاسبة للموظفين اللي عندي علشان قيامهم بدورهم، ومحاسبة لهؤلاء الناس لردعهم. طيب. لكن الردع عنصر مهم جدا. حضرتك شفت في أحكام التحرش اللي صدرت قبل العيد، سيادة الوزيرة، سيادة الوزيرة معايا ولا خط قطع؟ طيب لان عندي سؤال مهم جدا ليها وعندي اقتراح ليها. الدكتور نحاول نرجع الاتصال مع وزيره التضامن الاجتماعي الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. قول لي مشاعرك وانت بتشوف هذا الفيديو. الحقيقه ما شفتوش، لكن يعني انا احط علما بما جرى، وان من الضروري ان انا انتقل الى الدار للتعرف على الوضع فيها ومصير الاطفال الباقين في الدار بعد توزيع عدد منهم على دور اخرى طلبت استضافتهم. قابلت وكيل نيابه الحوادث جنوب الجيزه وكان بيستمع لاقوال الاطفال وبيسألهم عن اللي ورد في بلاغات قدمت في إدارة الدار. كان موجودين مسؤولين من مديرية التضامن. علمت من السيد مدير وكيل النيابة أنه سوف ينتهي التحقيق هذه الليلة، وانهم ممكن بعد كده ينصرفوا الى دور اخرى، وفي دور اخرى طلبت استضافتهم، وبالتالي ستغلق الدار في قبل نهايه هذه الليله. سياده المحافظ، يعني انا بصراحه شديده جدا احترامي وتقديري لحضرتك، يعني حضرتك ما شفتش الفيديو لغايه دلوقتي؟ انا يعني لست محتاجا لان لرؤيه لا الفيديو. لا سيادتك 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 يعني اعتقد انك محتاج، لان رد فعلك كان هيختلف تماما. احنا نتحرك طبقا للقانون ولا نتحرك طبقا للعواطف. الوكيل النيابه لابد ان يسال عن ملابسات ما حدث. الفيديو ليس كافيا للوصول الى قرار او الى وضع واضح يجلي الحقيقه تماما. يعني ما قمنا به بيتفق مع القانون وبيتفق مع القواعد السليمة للإدارة. سيادة المحافظ، هل سبق تقديم يعني أي شكوى لمديرية التضامن في الجيزة على اتخاذ قرار بناء على فيديو؟
هل هذا يعني فيه منطق؟ لا، مش مساله قرار يا فندم، انا بتكلم عن تحرك اخر على مستوى دور الايتام الاخرى او دور الرعايه الاخرى في المحافظه، لان دي ظاهره مش موجوده في دار واحده. لا، احنا عندنا 5000 جمعيه اهليه في محافظه الجيزه. 5000؟ دايما في اي عدد بيبقى فيه عند تقييم الاداء في الجيد جدا وفيه السيء جدا. دي حاله من الحالات السيئه جدا. طيب هل التقييم ولجان المراقبه هتقدر تضبط مثل هذه التصرفات وهي بتتم في غرف مغلقه وبيوت مغلقه ودور رعايه مغلقه وبين اربع حيطان؟ لانه التفتيش تفتيش بيروح يلاقي كل حاجه تمام، بس الممارسه جوه ليل ونهار، دول اطفال عايشين ليل ونهار مع بني ادم، يعني هو مش بني ادم، وحش، نظبطها ازاي؟ وهل تم تقديم شكاوى قبل كده ضد هذه الدار او هذه الجمعيه في مديريه التضامن في الجيزه؟ انا علمت بهذا اليوم، وعلمت ان كان في بلاغات سابقه وفي تحقيقات سابقه بشان مخالفات ماليه، وانها موضوع تحقيقات ما زالت موجوده في النيابه. يعني هم قدموا في شكاوى عن سوء المعامله قبل كده؟ قبل كده يعني كان موجود. لا، ماليه، يعني ما ماليا مخالفات ماليه. ايوه يا فندم، بس التفتيش بيتم مالي واداري، مش بيتم على المعامله وبيتم على التربيه او الضرب او غيره. ضروري في اداره في مديريه التضامن معنيه تماما بالتفتيش على مثل هذه الدور واعداد تقارير عن. سيادة المحافظ، هل حضرتك شايف ان اقتراح انا بقترحه على حضرتك ممكن تبدأ بيه في الجيزة، انك وعايزين برضو نوصله لوزيرة التضامن، انه يكون اي حد بيعمل دار ايتام او رعاية مسنين او غيره، انه يكون فيه على الاقل كاميرات بتراقب الاطفال دول وبتراقب طريقة التعامل معهم؟ دول اطفال، يعني مش هنتلصص عليهم، ده احنا بنراقب الدار، يعني على الاقل الكاميرات دي تبين. ما هو عامل بيت وعامل دار رعايه يحط فيها كاميرات وتبقى تابعه ليكم، هل ده ممكن؟ يعني انا شايف انه اقتراح في محله، او تحدد الاماكن فقط اللي يسمح فيها بضع الكاميرات، يعني حتى يعني لا نخدش في خصوصيه. تمام الضيوف. وعلى فكره بقت رخيصه مش غاليه. طبعا احنا المحافظه عندنا عم ركبها كاميرات دلوقتي في كل المباني الحكوميه التابعه للمحافظه، وما كانتش يعني التكلفه عاليه. هو قبل ما ياخد الترخيص يكون يعني مركب اجهزه مراقبه وتكون موجوده عندكم غرفه عمليات، ايه المشكله؟ انما انا عايز اقول برضو ان الجمعيه اتخذ قرار بحلها، وكل المخالفات سواء كانت السابقه او اللاحقه أحيلت أوراقها للنيابة، ستعمل شؤونها بالتحقيق فيها وإصدار القرار المناسب. سيادة المحافظ، حضرتك شايف إنه إحنا عندنا مشكلة تجاوزات وفساد في بعض الأجهزة الرقابية اللي بتروح تفتش على الناس دي؟ يعني بتخضع هذه الأمور يعني ما يجري عموما في أجهزة الرقابة، لكن ما في شك ان الجهات اللي بتراقب كشفت فساد في حالات كثيره. التعميم يعني ليس مطلوبا، كما ان التعميم هذه الحاله على انها حاله سيئه لدار ايتام على اداء كل دور الايتام في البيت. في دور بتقوم بدور جيد جدا، واحنا عايزينه كمجتمع مدني يتكافل مع بعض. أشكرك جدا دكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، واضح طبعا أنه التحرك الحكومي في هذه الواقعة هو نفسه التحرك الحكومي اللي في كل الوقائع اللي كشف عنها قبل كده، مستوى الخطاب هو نفس مستوى الخطاب، الإجراءات اللي بتتاخد والكلام اللي بتتاخد عن الرقابة ولجان التفتيش والحملات وغيره والكلام ده هو نفسه الكلام، مفيش حاجة بتتغير. ورجعنا تاني للاتصال مع السيدة الفاضلة غادة والي وزيرة التضامن. مساء الخير يا فندم. سيادة الوزيرة. الو. ايوه يا فندم. مساء النور يا استاذ مجدي. اهلا بيكي. معلش انا كنت بطرح على الدكتور علي عبد الرحمن دلوقتي اقتراح انه ما حدش يحصل على رخصة دار لرعاية الايتام الا ما يكون في كاميرات مراقبة للوقوف على اسلوب التعامل مع الاطفال، ايه المشكلة في الاقتراح ده؟ مفيش كده في هذا الاقتراح الا في حاله واحده،
انه وضع كاميرات المراقبه ده اسلوب متبع في الكثير من دول العالم، يتبع في لتامين الشوارع ولتامين المباني العامه، فغير معتاد انه يوضع في منظمات غير حكوميه اهليه غير تابعه للحكومه، لسبب بسيط جدا والموضوع محتاج يدرس، انه هذه الكاميرات لو هذا الشخص السادي المريض اللي بيخالف القانون وبيعتدي على الاولاد هيرتكب جريمه، هيقدر انه يعطل هذه الكاميرات لان ده مكان خاص بجمعيه اهليه، وبالتالي هو ممكن يعطل هذه الكاميرات او يعتدي على الاولاد في مكان بعيد عن الكاميرات، وبالتالي انا درست هذا الموضوع، لازم غرفه المراقبه تكون بعيده عن هذه الجمعيه، عاده بيبقى في غرفه مراقبه داخل المبنى المراقب، لو مستشفى بيبقى في غرفه مراقبه لمراقبه الطرقات والاماكن وهكذا، لكن دي شقه في عماره سكنيه في شارع الهرم، ومع هذا العدد الموجود اتصور انه الكاميرات مش كفايه، هي فكره جيده لكن كاميرات مش كفايه، احنا محتاجين الحقيقه ان احنا نتاكد ان الاولاد الايتام ما يبقوش في شقه موجوده في عماره سكنيه في الهرم، ان يبقى في اماكن معروف ان دي دار ايتام وليها معايير محدده، معايير للبنيه التحتيه، وتبقى مفتوحه الناس حواليها عارفه في مين جوه وبيحصل ايه، ويكون فيها عدد كافي من العاملين بحيث لو فيها واحد مجرم او مختل ما يبقوش الباقيين كلهم بنفس هذا الاجرام، محتاجين نشدد الرقابه ونحسن من اداء موظفينا، وانا سمعت حضرتك وحضرتك بتقول ان رد الفعل الحكومي هو رد الفعل المعتاد. حصل. انا بحترم راي حضرتك وبقدرك واقدر عملك، ولكن رد الفعل الحكومي انا بالنسبه لي كان اللي شفته من مدير امن الجيزه، الانتقال في خلال ربع ساعه الى المكان وشرطه المباحث الاحداث واسم الطلبيه، كانت حركه سريعه جدا، الست موظفين بتوعنا وصلوا قبل البوليس، حتى كان معاهم اتوبيس قبل ما نوصل كنا نسقنا مع دور ايتام اخرى. سياده الوزيره، اوكي سياده الوزيره، هو سيادتك النائب العام امر بتحريك وكيل نيابه فورا، ما استناش لبكره. يا فندم معلش، يعني ارجو انك انت تستحمليني شويه، انت معتقده او شايفه ان تحرك محافظ الجيزه والمديريه والنائب العام انه يبعت وكيل نيابه ده تحرك كافي، وان هو ده التحرك السليم، وان مفيش حاجه، وان كل حاجه اتغيرت، ده مش حقيقي، ده اقل حاجه يعملوها. انا ما قلتش كده يا فندم، المفروض ان النائب العام يتحرك بنفسه ويروح. أنا مش وكيل، انا يعني انا شايف انه هذا المشهد مش مساله ان المحافظ راح، امال هيروح امتى يا فندم؟ اسمعني حضرتك. حاضر. اول حاجه الفيلم ده انا لما شفته، انا اتفرجت على الفيلم قبل ما اكلمه، كنت مبلغه النائب العام والمدير الامن، التحرك مهم جدا انه يكون سريع، لان ده بيدي رساله رادع ان الدوله مش هتسكت على معامله الاطفال، وان الاولاد دول احنا مسؤولين عنهم وهنسال عنهم امام الله وامام المجتمع. المهم ان احنا نتحرك في منع ده انه يحصل من الاساس. احنا نشتغل على كذا محور، اولا لما نسمع عن ده نتحرك فورا وما نستناش عشان ما يهربش المجرم بفعلته. ثانيا ان كل واحد بيفكر يرتكب مثل هذه الجرائم ويسلك مثل هذا السلوك يفكر ألف مرة، لان عارف ان في حكومة مش هتسكت وهتاخد حق العيال، والاهم من كل ده ان احنا نؤهل نفسنا ونؤهل الدور ونؤهل المراقبين على اننا ما نسمحش لهؤلاء المرضى برعاية اولاد. احنا لازم نكون في مجال الترخيص وفي مجال الرقابة وفي مجال المتابعة افضل كثيرا من هذا المستوى. هو حد الاطفال دول فين يا فندم دلوقتي؟ الاطفال دول عباره عن 10 اولاد وثلاث بنات عمرهم حوالي 10 12 سنه، مش كده؟ بقول لحضرتك ان الاولاد اللي في الدار اكبر بكتير في السن من الاولاد اللي في الفيلم، واللي النيابه بتحاول تتاكد منه ان الفيلم ده في الدار دي مع الاولاد دي. الاولاد دول هيتم نقلهم لاثنين دار ايتام اخرى اكثر احتراما وامانا ونطمئن عليهم فيها. طيب سياده الوزيره، حد قعد مع الاطفال دول وسمعهم وعرف ايه اللي بيحصل في الضال؟ لانه طالما كان بيحصل مع، ايوه يا فندم، رئيسه قطاع الرعايه قعدت معاهم الساعه 3 الظهر، اتغدت معاهم النهارده، اطمأنت عليهم كلهم واتكلمت معاهم في ايه اللي بيحصل، ووكيل النيابه موجود معايا الاولاد دول وبيحقق في هذه الواقعة وبيستمع لاقوالهم. المشرفة على الدار موجوده في اسم الطلبيه بيتحقق معاها. قالوا ايه الاطفال؟ قالوا ان ده كان بيحصل ليهم فعلا؟ لا، انا الحقيقه ما كلمتش وكيل النيابه عشان اعرف الاولاد قالوا له ايه، لكن اللي قالوه للمشرفات اللي انا بعتهم من الوزاره ان الكلام ده قديم، دي
دي مش حاجه حصلت الاسبوع ده ولا الشهر ده ولا من 6 اشهر. اه بس ده معنى انها حصلت من سنه او اتنين، فهي بتحصل معاهم لغايه دلوقتي، نفس الشخص موجود ونفس اللي موجودين في الدار مش هم اللي في الفيلم، وده اللي بنحاول نعرفه. حضرتك ام يا فندم صح؟ انا ام لثلاث اولاد، وعلشان كده مش هسكت على الموضوع ده غير لما احاسب الراجل ده، وغير لما اتاكد انه مش هيحصل في دار اخرى. اشكرك جدا سياده الوزيره السيده غاده ولي وزيره التضامن الاجتماعي. يعني بعتقد انه المساله مش محتاجه انه النائب العام يحرك وكيل نيابه للتحقيق في هذه المساله، ولا محتاجه انه محافظ الجيزه يروح الدار دي، ولا محتاجه ان الجمعيه تتقفل، لان في الجيزه بس لوحدها 5000 جمعيه، في الجيزه الجيزه لوحدها 5000 جمعيه ده المحافظ بيقول، ولا ان دار الايتام تتقفل، ولا ان الولاد يتنقلوا دار ايتام تانية، ولا ان المشرفه موجوده في القسم ولا في النيابه بيتحقق معاها. ده اسمه اسلوب تعامل بالقطاعي، اللي هي فكره سكن وخلص ال 13 عيل دول. لا، ده احنا عندنا الاف الاطفال ومئات الالاف من الاطفال وعشرات الالاف موجودين في دور ايتام ومسنين وغيره، في دور رعايه كتير منتشره في مصر، وبقت سبوبه كبيره جدا زي ما بيقولوا، او مكسب لحد يعمل شقه ويعمل الله يخرب بيتك. مش ممكن، ده مش بني ادم، مش بني ادم. وما يكفيش انه يتحبس او انه يتحاكم، على فكره في ناس بيقولوا التهمه ممكن 6 شهور ولا سنه ولا اي حاجه العقوبه بتاعتها، بس القضيه دي قديمه وظاهره موجوده في كل دور الرعايه، او في عدد كبير جدا من دور الرعايه بتاعتنا في مصر. طيب امتى الحكومة او الدولة هتعمل نظام عام وقوانين، وامتى تصلح الفساد اللي جواها اللي بينتج هذه التصرفات؟ لانه انا بقول ده على مسؤوليتي ايضا، انه في لجان كثيرة جدا من لجان المراقبة والتفتيش بتمارس فساد وتجاوزات، وبتروح وبتتظبط وكل حاجة ومفيش اي مشكلة. يا جماعة المسألة في النخاع، المسألة ملهاش علاقة بالأطفال دول ولا بأسامة، ده مسألة أكبر من كده بكتير جدا، ومش هنقدر نصلح أي حاجة من غير ما نحط نظام لكل حاجة. الوزير اللي على رأس وزارة مسؤول، أو المحافظ اللي على رأس محافظة مسؤول عن الناس اللي فيها، مش المفروض يفكر في جولاته اليومية، ولا هيزور ايه، ولا هيلف فين؟ المفروض يقعد يحط سياسات وخطط وبرامج وقوانين ونظم تضبط كل شيء في وزارته او في محافظته. يا جماعه مفيش حاجه في الدنيا كلها بتمشي من غير نظام، من غير قوانين، من غير ما نقطع رقبه المخالف بدون ما يطلع له فيديو. طب السؤال هو احنا ليه ما بنسمعش ولا بنشوف ان في حد بيتحاسب وبيتمسك من اللجان دي بممارسات زي ديت الا لما بيطلع فيديو؟ مش ده سؤال منطقي جدا؟ لو الفيديو ده ما طلعش النهارده، طيب الفيديو ده اسمه ايه؟ محمد فريد ده ما حطوش على الفيسبوك النهارده، طيب كان حصل ايه؟ كان اسامه ده هيستمر في الدار، والمشرفه هتستمر في الدار، وال13 طفل وطفلة موجودين في الدار بيمارس معاهم وفيهم اكتر من كده. طيب هو احنا الامتى هندنا نتحرك دايما لما تقع المصيبة؟ هو ده العمود الفقري بتاع المسألة، هو ده العمود الفقري بتاع الواقعة دي وغيرها. احنا ليه ما نتحركش في القطارات الا لما يتحرق لنا ويموت لنا الاف الناس ومئات الناس في حوادث القطارات؟ هو احنا ليه ما بنتحركش وبرضه لما بنتحرك بنتعامل مع الواقع لوحدها، وبعد كده كام يوم هتيجي احداث تانية وننسى ونتكلم ونتشغل في احداث تانية كتيرة وننسى المسألة دي؟ لان دي مش اول مرة، حصلت قبل كده وطلعت في الاعلام واتكلمنا فيها وقلنا برضه هنحط نظام ومراقبة وتفتيش وهنعمل ضوابط وهنعمل معايير، وكل ده بيتقال. لما يكون محافظة الجيزة فيها 5000 جمعية لوحدها، وقيسوا على ذلك بقى محافظات مصر كلها 27 محافظة، طيب السؤال برضو هو احنا امتى هنضمن ان ال 5000 جمعية ما يحصلش فيها ده؟
في 4999 جمعيه غير الجمعيه دي موجوده وبتمارس في محافظه الجيزه لوحدها. طيب ايه يا جماعه ده بقى ألف بيه في العالم كله؟ يا حكومتنا يا دوله، كل ده بقى ألف بيه في العالم كله من قرنين فاتوا، من عشرات السنين. الناس ما عادتش بتنتظر، الحكومات والدول المحترمه ما عادتش بتنتظر ان يطلع فيديو من مواطن بيبادر ويطلع الفيديو، او زوجته بتنتقم منه زعلها عشان طبخت له لوبيا وحشه فطلعت مراته اختلفت معاه فطلعت الفيديو اللي مصوراه. مصر كلها في اطفالها الايتام اللي مالهمش عائل ولا حد بيرعاهم متوقفه على ان زوجه صورت زوجها من سنه ولا اتنين ولا تلاته وهو بيعذب ويعتدي على الاطفال بالشكل ده، وما طلعتوش الا دلوقتي لانها اتخانقت معاه واختلفت معاه. ايه المصيبه دي؟ طب لو الراجل ده كان صالحها امبارح كان ايه اللي هيحصل؟ ما كانش هيطلع الفيديو ده وما كناش هنتحرك، وحتى لما اتحركنا اتحركنا على اسامه والفيديو والمشرفه. طيب امتى هنضمن ان ده ما يحصلش؟ في قاعده في العالم كله بتقول لما تكون مسؤول، انا بقول الكلام ده اكيد الحكومه كلها والدوله تعرفوا اكتر مني بس انا بفكرهم عشان نحس ان في حاجه اتغيرت. يا جماعه العالم كله بيتحرك بالقاعده دي، انت كمسؤول ما تشيلش النظام، ما ترفعوش فوق كتفك وتمشي بيه، خلي النظام هو اللي يشيلك، خلي النظام هو اللي يشغلك، خلي النظام هو اللي يخليك تتحرك في اليوم 5000 كيلو في الجمهورية كلها وانت قاعد على مكتبك. الدول والمجتمعات والأمم لا تصلح بان احنا نصحى 7 الصبح وان احنا نقعد نلف طول النهار في جولات، والله ما بتتصلح كده خالص. بتتصلح بنظام، بردع، بضوابط ومعايير. خلي النظام هو اللي يشيلك لان كل واحد فينا حياته كلها فيها 24 ساعة. هيعمل فيهم ايه؟ بينام 8 ساعات ولا بينام 4 ولا 7؟ مش عارف الحكومة بيناموا قد ايه؟ وبياكل وبيشرب وبيخرج وبيمشي بالعربية وبياخد اجازات، بيشتغل 8 ساعات 10 12، الحكومة تشتغل 16 ساعة. موافق موافق موافق، بيشتغلوا 16 ساعة موافقين، بس في الآخر هيكفي ايه؟ ما تقعدش تلف وتستهلك طاقة وتستهلكنا معاك وتوري البلد كلها انكم عمالين تلفوا على كل حته، وده بيحصل وبيحصل دلوقتي. على فكره عايز اقول لكم انه في دور رعايه ايتام ومسنين وغيره، وفي جمعيات اهليه خاصه وحكوميه، وفي مستشفيات حكوميه، وفي مستشفيات خاصه، وفي مدارس، وفي حضانات، ده بيحصل دلوقتي واحنا بنتكلم دلوقتي. ليه؟ لان احنا ما بنتحركش الا لما يطلع فيديو زوجة طلعته علشان جوزها زعل معاها واتخانق معاها او شتمها وقف الباب في وشها. دي المجتمعات العشوائية اللي ما بتتقدمش، غير كده مش هنتقدم. بعد الفاصل هنكمل. اهلا بكم من جديد، وبنواصل مناقشة مسألة واقعة الفيديو، فيديو الاعتداء على الاطفال في دار ايتام مكة المكرمة في منطقة الهرم في او شارع الهرم في الجيزة. واعذرونا انفعلت شوية لانه الفيديو اي حد يشوفه ينفعل وممكن يخرج عن شعوره، لكن في الاخر زي ما قلنا المسألة ليست واقعة فردية. معايا مداخلة مهمة الأستاذ محمود البدوي منسق ائتلاف حقوق الطفل المصري. مساء الخير يا فندم. أستاذ محمود معاك يا أستاذ مجدي. أهلا أستاذ محمود، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. حضرتك شفت الفيديو وبتتابع الواقعة طبعا؟ طبعا طبعا، من الصبح ويمكن من ساعة ما الفيديو ده اتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من الصبح، من الرسائل والمكالمات من بره مصر ومن جوه مصر، الناس بتحاول تسأل ازاي الكلام ده بيحصل؟ وازاي الايتام ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم واما اليتيم فلا تقهر، وصلوا للمرحله ديت ان يعني انا الراجل ده في مجدي مش قادر اقول وحش، لان انا ما شفتش في الوحوش او ما شفناش الوحش بيتعامل بالشكل ده. هذا الشخص مجرم، وهذا الشخص فقد كل معاني الانسانيه.
ربنا سبحانه وتعالى ائتمنوا على مجموعه من الاطفال. مفاجئ يا اخي، انا مش قادر اتكلم، انا بجد صعب اللي احنا شفناه، صعب بجد صعب. انا استاذ محمود، انا مش عارف اقول ايه. انا مقدر مشاعرك واللي حاسه، بس انا عايز اسالك بس على حاجه صعب ان احنا نتكلم عليها. طيب بغض النظر عن أسامة ده، هذا الوحش أو اللي مش بني آدم، أنتوا كائتلاف حقوق الطفل المصري من خلال متابعتكم شايفين أن هذه الواقعة ليست فردية وأنها موجودة في دور رعاية أخرى ولا لا؟ خليني أقول لك يا أستاذ مجدي، ويمكن فريق الإعداد مع حضرتك ومتابعين جيدين لعملنا، ليست هذه هي المرة الأولى التي نتقدم ببلاغات على مثل هذه الشاكلة. اللي متابع شغلنا من 2011 كمان، او من 2008 وعلى وجه التحديد 2011 و2012 و2013، كان هناك ثلاث وقائع لا يقل قسوة عن هذه الوقائع. مفيش داعي ان احنا نذكر اسامي دور الايتام، لان احداهم دار ايتام شهيره جدا 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 جدا، وبكرر شهيره جدا، واعلاناتها بتملا الفضائيات. للاسف الشديد كان في عهد الاخوان، وتم اللم على الموضوع بعد ما تم انتهاك براءه الطفل والتعدي عليه جنسيا. ودار ايتام ثانيه في مصر القديمه كانت خاصه بالفتيات، تم ان هم اتضربوا واتطردوا واتبهدلوا واهينوا لولا تدخل السيد المستشار المحترم محمد السمرداش، المستشار السابق لوزيره التضامن الاجتماعي ايام الوزيره نجوى خليل. فللاسف الشديد كل دي الحوادث اللي بتتكرر دي بتقول ان احنا عندنا منظومه من الاشراف من الوزاره، يعني للاسف الشديد غير متكامل. وانا هنا في هذا المقام، انا سمعت مداخله سياده الوزيره وسياده المحافظ، ما بحبش يا استاذ مجدي ان انا ارمي اللوم كله على الوزاره، لا يعني مش هنقول ان ما فيش تقصير، في تقصير، ولكن الوزاره مش هتعيش داخل الدار 24 ساعه. يبقى الحل هنا ايه يا مجدي بيه؟ لابد من ان انا لو انا محمود هاجي اشتغل في الدار دي، لابد ان يكون في قياسات نفسيه مستمره بشكل دوري كل شهر او كل 6 اشهر للناس اللي شغالين. احنا بنأتمن هؤلاء الناس على الاطفال دول. في بعض مشرفين، وبرضه دار ايتام تاني شهيره في مصر القديمه، كان في مشرف كان بيعلق العيال على الباب، وتم التواصل مع الوزاره والوزاره مشكوره، تمت يعني فصلوا هذا المشرف. ففي كتير من المصائب والبلاوي بتحدث داخل دور الايتام وداخل دور الرعايه الاجتماعيه. بنقول ان الوزاره مش هتحل لوحديها، الاعلام مشكور في القاء الضوء على هذه القضيه، والوعي المجتمعي الشديد اللي احنا شفناه النهارده ان كل الناس ابتدت تنشر هذا الفيديو وتفضح هذا الكلام. بقول ان الوعي المجتمعي دوت لازم من كل الجهود تتضافر ما بين كل اللاعبين الاساسيين اللي هم على تماس مع هذه القضيه لحل اشكاليات الطفل المصري. مش بتكلم على الايتام بس، المستضعفين اللي شفناهم بيتضربوا بالرجل. وخليني اقول لك يا مجدي، دي على واقعه مؤسفه، على سي بي سي اكسترا احد قناه الوزاره كانت في مداخله مع الاستاذ عمرو خليل بتقول له لا، ده هو الراجل ما كانش بيضربهم بالشلوت، ده كان بيضربهم بالعصايه بس. يعني انت فرحانه ان هو بيضربهم بالعصايه وما بيضربهمش بالشلوت؟ مصيبه. انا ما شفتش الفيديو من الاساس. مصيبه مجد. يعني انا اتمنى زي ما سياده الفريق السيسي او سياده المشير السيسي رئيس الجمهوريه المحترم ما راح لفتاه التحرير وراح طيب خاطرها، هؤلاء الاطفال لابد ان يجبر خاطرهم. وخلينا افكرك بواقعه في عجاله، معلش انا عارف وقتك ثمين، واقعه شهيره عرفتها وفي احد زياراتي للاردن. الملك حسين في واقعه رحمه الله عليه، في واقعه مشابهه لهذه الواقعه، فصل وحبس كل اللي كانوا مسؤولين عن الضرب الكامل، وخد مجموعه الفتيات اليتيمات اللي كان بيتم التعدي عليهم في القصر الملكي بتاعه، وكان يقول لهم انتم اميراتي، وخدهم سفرهم ديزني لاند لازاله ما اصابهم من سوء نفس. فاتمنى ان احنا نوصل لنص اللي احنا شفناه. استاذ محمود، ده ما فيش حد، القيمه والعنصر البشري للاطفال عندنا اللي هم الثروه بتاعتنا اللي جايه، ده ما فيش حد ظهرهم لغايه دلوقتي او اطمن عليهم غير مشرفه. والله انا اتمنى، انا عارف ان من خلال مكالمتي مع حضرتك، انا عارف ان كلامنا ان شاء الله وصل للاسف الجمهوريه، سي بي سي ذائعه في الانتشار، وانا واثق ان الانسان المحترم عبد الفتاح السيسي ربما يذهب ليطيب خاطر هؤلاء، ولن ينام هاني البال بعد ان راى هذه الفضيحه وبعد ان راى هذه مش القضيه رئيس الجمهوريه. استاذ محمود اشكرك جدا، الاستاذ محمود البدوي منسق ائتلاف حقوق الطفل المصري. مش القضيه، مش كل حاجه رئيس الجمهوريه هيعملها، ولكن الوزراء والمحافظ والكلام ده ما حدش لسه شاف الولاد دول عملوا ايه ولا ايه، ولا قاعد معاهم، ولا شاف يعالج ده ازاي. المساله مش ان هو يحطهم في دار رعايه ايتام اخرى، ازاي يتعالجوا من اثار ده، وازاي الاف غيرهم نضمن ان ما يحصل لهمش ده، لانه بيحصل لهم دلوقتي. واحنا بنتكلم معانا الدكتور
سامي عبد العزيز الاستاذ في استاذ الاعلام في كليه الاعلام جامعه القاهره، واستاذي وصديقي العزيز. مساء الخير يا فندم. استاذ مجدي، ازي حضرتك حبيبي؟ اهلا يا دكتور. وحضرتك انا عارف انك اكيد شفت الفيديو اكتر من مره. شوف، انا استجابه لدعوتك بانه نتجاوز عن المحنه، لان مصر في مناحه. اذا خدت مشاعر حياه استاذ مجدي، مصر في مناحه من الحزن بالالم، مش على اللحظه الحاليه، انما على امكانيه استمرار مثل هذه الاحداث. ودعني مش مطمئنك، اؤكد لك، مثل هذه الاحداث يمكن ان تتكرر يا استاذ مجدي لسبب، لان الخلل موجود اساسا في مثل هذه المنظمات ومثل هذه المؤسسات. الخلل قائم بها بدءا من انشائها وترخيص انشائها والقائمين عليها. ومن هنا يا استاذ مجدي اسمح لي بقى اقول لك الطرح البديل ايه. اتفضل. العالم عمله، ولعلمك بقى العالم عمله مستقاه من ضمن الاسباني. عارف الحل يا استاذ مجدي؟ اتفضل. واحد، احكي معايا يا استاذ مجدي، كم عائله في مصر، كم بيت في مصر، كم ام وكم اب محرومين من الابناء؟ احسب معايا كم عائلة تملك عدد من الأفراد محدودين، يعني ممكن يكون ولد أو بنت أو شيء هذا القبيل، وحتى يحب ياخد بنت أو يعني يجيب أخت. مجدي، تخيل معي لو أنك، وأنا عارف اللي هقول ده هو مفهوم قد يقال عليه صعب، قد يقال محتاج ثقافة مجتمع، لكن علينا أن نتخذ من الأزمات محطات للحلول الكبيرة. والحقيقة اللي هقول ده أشارت إليه الوزيرة الفاضلة غادة وائل من شوية، أعتقد في إحدى المحطات أخرى. حل يا سيدي، سيدي الفاضل، أدخل هؤلاء العائل الفاضل، سواء أطفال الأيتام أو أطفال الشوارع أو اللي بالأماء يا سيدي، في حضانة أسر، في حضانة أسر حقيقية محرومة من الأبناء، أو لديها جزء من الأبناء ما عندهاش من تشيل كمان طفل. هنعمل يا سيدي، احسب لي حضرتك حجم الدعم اللي أنت بتصرفه على هذه الدور. تأكد يا أستاذ أن تكلفة اليتيم إذا ما وضع في حضن أسرة مصرية وتم التأكد من صلاحيتها صحيا ونفسيا واجتماعيا، هتحسب الآتي: أنت ستزيد من دخل هذه الأسرة يا أستاذ، وأنت أيضا ستضمن الحنان والدفء العائلي الحقيقي. لأن في حاجة أستاذ كمان، هو الطفل اللي عندك دار أيتام ده أو في دار رعاية أطفال الشارع، بعد ما بيخرج بيروح فين تاني يا فندم؟ يروح فين؟ بيرجع تاني، بيرجع في نفس البيئه اللي كان موجود فيها قبل كده. فانت النهارده انت حاطه في بيئه صناعيه مؤقته غير امينه وغير مدربه غير مؤهله لنجاح. فانا بترجعك اجعل برنامجك النهارده بدايه للتفكير في ادخال هذا المفهوم اقول عليه، اللي الاسلام حض عليه والاديان كلها حض عليه، واعتقد وزيره التضامن عندها فكره عميقه عن هذا. يا ريت. ادخال دار الايتام بأسر حاضنة يا أستاذ مجدي ترفع من دخلها وتضمن أن الإنفاق. عايز أقول لك، عملوها حسابات يا أستاذ مجدي، عملوها حسابات. اكتشفوا الطفل اللي بيتحط في دار أيتام أو بيتحط في دار رعاية أطفال شوارع تكلفته، أقول لك مفاجأة، ممكن تصل ل 1500 جنيه في الشهر. عارف تفتكر الطفل بيتكلف كام؟ ده رقم 100 دولار. طب احسب لي يا استاذ مجدي ال 1500 اسره دول، لو انت اديت 1500 جنيه يا سيدي الفاضل للعائله اللي بتحتضن الطفل، قل لي اليس هذا يمثل دخلا حقيقيا لهذه الاسره المحرومه من الابناء، وضمنت كمان الرعايه والدفء الاجتماعي والانساني؟ عايش في بيت واسره وفي وسط اشخاص طبيعيين وعايش حياه طبيعيه. بالظبط يا سيدي، بالظبط. وايه؟ وبتضمن الارشاد النفسي والمعنوي للاسره بحالها مش للطفل بس. فانت حتى اكسبت الام روح الامومه، واكسبت الطفل روح البنوه. القصه كبيره يا استاذ مجدي، ارجوك لن تحل هذه الازمه بالبكاء ولا بالنواح ولا بان احنا قلبنا هيتقطع طول الليل. انا بستجيب دعوتك، الحل بالنظام يا سيدي. حاضر. النظام البديل، النظام البديل الذي يجرب عالميا ومن بره الصندوق. اشكرك جدا دكتور اسامه دكتور سامي عبد العزيز، استاذ الاعلام في كليه الاعلام جامعه القاهره. معنا منه الله من بورسعيد. مساء الخير. اهلا، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذه منى، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. بصراحه احنا مشكلتنا الموظفين اللي محدش بيقوم بشغله. دي لو كانت حفله بيتكلموا فيها عن دور كان كل الناس راحت، انما محدش بيفكر ان هو يروح ويشوف اي دور من الايتام اللي بيحصل فيها. لو هو كده بس، هو ازاي لا يقعد في التكييف طبعا ويفضل قاعد في مكتبه لحسن هيضيع ولا حاجه، انما ان هو يروح. ده قاعد ده الوزيره دي ماسكه الوزاره حضرتك، ازاي ما يعني ده الاحداث دي قديمه. لو في زياره اتعملت من اكثر من سنه للمكان ده، اكيد كان الاطفال اتكلموا.
بس ما حدش بيقوم بدوره، ما حدش بيقوم بوظيفته. كل واحد دلوقتي هيتحرك عشان الفيديو نازل، هيتنزل الفيديو ده كل حاجه هترجع زي ما كانت. اشكرك اشكرك جدا استاذه منى طلال من بورسعيد. والاستاذ وسام، استاذه وسام من القاهره، مساء الخير. استاذه وسام مساء الخير يا استاذ مجدي. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بيك. اهلا استاذ، اتفضلي يا فندم. مش قادره اقول لحضرتك مدى حزني وحزن ناس كتير جدا جدا لما شفنا الفيديو ده. بس بجد مش هخفي على حضرتك، انا كان حزني اكتر واشد علما رد السيد المحافظ ودخلته مع حضرتك. بجد حصل لي نوع من انواع الصدمه. السيد المحافظ في كلامه مع حضرتك بيقول لك إيه، لا انا مش خجلي ورا العواطف، انا ما اتفرجتش على الفيديو ومش خجلي ورا العواطف. مش عارفه، طب هو سياده المحافظ لو انت مش هتجري ورا العواطف دي مش عواطف، ده اولا ده شغله، دي مسؤوليته. وانا بس هنا حابه افكره بحديث سيدنا عمر بن الخطاب قال لو تعثرت بغله في السام لسئل عنها ابن الخطاب. وده بقى مش تعثر، ده حضرتك اتضرب واتهان روح بشريه، طفل يتيم لا ولا قوه ليه. الاطفال هم بالضرب بيقولوا الراجل الحيوان دوت اللي بيضربهم يا بابا، للاسف الشديد. وهو طبعا ما عندوش لا قوه ولا انسانيه من بابه. سيد المحافظ ان هو طالما ان هو يعني شايف ان جت حاجه عن، واحنا هنستنى بقى حضرتك التحقيق واللجنه وينبسط من اللجنه لجنه ويومين ثلاثه والقصه تنتهي. وزي ما حضرتك قلتها واحنا في اللحظه اللي بنتكلم فيها دلوقتي، اكيد في اخبار ثانيه بيحصل فيها من ده كتير جدا جدا. صح. فبصراحه يعني انا كمواطنه مصريه انا عندي ادميه انسانيه، انا رايي يبقى حضرتك قصه الجزء اللي متعلق بالسيد المحافظ كويس في التخصص ده يتشال من عنده طالما ان هو مش قادر. وهو حضرتك شايف يقول لك مخالفات ماليه واداريه، طب ما الاداريه ما حضرتك التعامل ده نوع من انواع التعامل الاداري. وبعدين ان هو يسمح اصلا، انا سامع وزير التضامن بتقول الدار ده في شقه، ازاي حضرتك؟ وانا مع حضرتك في قصه الكاميرات، مع ان السيد الوزيره بتقول الكاميرات لا، قال ان ممكن لا والله الطفل حضرتك لو عرف لما يروحوا له المشرفين ويتقال له ان في كاميرا، لو حد حصل لك حاجه اسرق في الكاميرا والكاميرا دي بتسمع في غرفه عمليات، كل واحد حضرتك يمكن يفكر قبل ما ينزل. طفل يتيم يعني عادي، ده طفل وطفل يتيم. فطبعا انا حزينه حضرتك من رد فعل السيد. يعني حضرتك بمنتهى الاختصار شايفه ان رد فعل الحكومي هو ما فيش حاجه بتتغير. ده الاسوء، ده كارثه سودا، ده احنا حضرتك دي احنا دي كارثه. يعني ولغايه دلوقتي حضرتك ما فيش حد مسؤول اتحرك من مكانه علشان يروح وراح الاطفال. ده انا توقفت عنده، ده ان لا الوزيره ولا المحافظ ولا اي وزير ولا اي حد راح، ده وكيل نيابه بيحقق. امال وكيل النيابه المفروض يعني مع احترامي الشديد للقضاء المصري كله، وكيل النيابه بيحقق في عداد كهرباء برضه، يعني ما ده شغله بالظبط. يعني انا مش قادره اتخيل ان ما فيش مسؤول حضرتك اتحرك راح للاطفال دول. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ مجدي، الاطفال دي في يوم من الايام دي هتبقى شباب مصر. ما هم دول، ما احنا قلنا طبعا ليه ما عندهمش ولاء وانتماء. وبنرجع نقول الناس ما عندهاش انتماء وللبلد ليه، والبلطجيه والحراميه والجواسيس وكل حاجه. طب ما ده طبيعي. اشكرك جدا استاذه وسام. معانا الاستاذ احمد من الغربيه، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ مجدي. اهلا وسهلا يا فندم. شرفتني طبعا ان انا اكون مع حضرتك في البرنامج الناجح ده. اتفضل يا فندم. اول حاجه الكائن الحي الشاذ ده انا استغرب ازاي قال لي جمعيه خيريه، ده الجمعيه دي اكيد ستار لحاجه ثانيه. ثانيا يعني هو ما عندوش مشكله في الكاميرات لانه مخلي مراته تصوره وهو بيعمل الكلام ده، فمع احترامي لفكره الكاميرات هي الفكره هو مخلي مراته تصوره. ثالث حاجه ما هو استاذ احمد ما كانش يمد اخوانه، مش عامل حسابه انه يتخانق مع مراته فالبلد تتقلب. ممكن يشد فيشه الكاميرا طبيعي حتى لو الكاميرا موجوده. فليس عقاب راجل زي ده لا يمكن يكون اقل من عقابه على الاطفال، الراجل ده لازم يتضرب قدام الاطفال، لازم يتضرب على ايده زي ما ضربهم، لازم يتضرب بالعصايه زي ما ضربهم، لازم يتشب رجليه زي ما ضربهم عشان يعرفهم من الجزاء من جنس العمل. وبعد كده بعد ما ياخد جزاءه الجنائي لازم يتحط في مصحه نفسيه لانه كائن شاذ. لازم يتحط يلبس كمامه ويتربط ايده ورجله. وبعد كده يعاقب العقاب الجنائي. بس انا اعتب على حضرتك حاجه يا استاذ مجدي. اتفضل. المصريين اللي جابوا المستشفى 57 3 57 لا يمكن يكون هذا الشخص
مثل ليهم. احنا المصريين احنا يعني من احسن شعوب الارض. لا يا فندم انا 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 ما بغض النظر عن الامراض اللي ممكن تحصل يا فندم انا ما بتكلمش على المصريين، انما احنا المصريين احنا عملنا مستشفى 57 357. لا احنا مش كده استاذ احمد، انا ما بتكلمش على المصريين. ما انا اللي بتكلمك كلهم شايف ان ابنه هو اللي بيتضرب. استاذ احمد انا مع الاستاذ الفاضل اللي قال لحضرتك فكره الاسر البديله. في قد ايه اسر في مصر؟ دكتور سامي عبد العزيز، تربيه الاطفال لا يمكن تكون وظيفه. استاذ احمد يمكن انت لازم يبقى فيها مشاعر. اوكي لازم يبقى فيها حب. ما ينفعش يبقى موظف بيربي اطفال، لازم يحبه، لازم يحب ان هو يبقى احسن منه، لازم يحب ان هو يبقى كويس، مش لما يتفرج على التلفزيون يضربه بهذا. انا كنت برفع صوت العصايه، يعني مش عايز اقول لحضرتك ان انا يعني عايز انزل ادور عليه، انا عايز اعمل زبيده انا عامل معلومات دي، انا عايز انزل ادور عليه والله. مش قادر استوعب انه مع اول طفل ضربه سمعه وهو بيصرخ كمل ضربه بقيه الولاد. انا مش قادر استوعب ده كائن شاذ، ده لازم يلبس كمامه ويتحط في مصحه نفسيه، ده غير سوي. اشكرك جدا استاذ احمد من الغربيه. يمكن حضرتك بسبب انفعالك ما فهمتنيش صح، انا كنت بتكلم عن إهانة الإنسان المصري بالشكل ده، مش بتكلم عن الإنسان المصري إنه وحش، بتكلم إنه من امبارح بنتكلم عن اللي حصل على الحدود المصرية الليبية التونسية للمصريين، ده إهانة للمواطن المصري، واللي بيحصل الأطفال ده إهانة للطفل المصري والإنسان المصري. بقول بطالب بالاهتمام أكتر بالإنسان المصري عشان هو يستحق أفضل من كده بكتير. ومعانا مداخلة مهمة أيضا من المهندس محمد الأمين، رئيس مجموعة المستقبل الإعلامية، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل الإعلامية. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا أستاذ مجدي، مساء الخير على كل اللي بيشوفوه. أهلا بك يا باشمهندس، اتفضل يا فندم. أستاذ مجدي الحقيقة أنا بالصدفة بتابع وشفت الفيديو اللي أنت عرضه ودي حاجة لا يمكن تكون بشرية بأي نوع من الأنواع. إحنا خلينا نكون عمليين على الأرض شوية. اتفضل يا فندم. يعني خلينا نحصر البيروقراطية بتاع الوزيرة والمحافظ مع احترام اليوم. الموضوع ده بيشدنا لحاجات تانية كتير، لأنه ده أكيد بيتكرر في مئات من دور أيتام ومحدش بيشوفه أو بيتعامل معه. بالضبط. أنا من خلال برنامجك بعرف تماما أن مؤسسة الرئاسة وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتم جدا بالأطفال أو ما يسموهم أطفال الشوارع. أنا أحبش الاسم ده، ولكن بنقول الأطفال ظروفهم أدت إلى وجودهم في الشوارع. وأنه في توجهات أن يتم عمل دور كبير لرعايتهم، وده يمكن من حاجات اللي إن شاء الله أكون صندوق تحيا مصر يتولى العمل بها لتعليمهم وتشغيلهم وحرفيتهم إلى أن يتم خروجهم تاني للمجتمع. رائع. من خلال برنامجك أنا بناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتعامل نفس الشيء بالنسبة لرعاية الأيتام. وده مش كتير على أنه الدولة تقدر تعمل كده، لأن كل مش عايز أقول كل معظم دور الأيتام اللي احنا بنسمع عنها دي بتلم مبالغ مالية غير متوقعة. مبالغ ضخمة بس مهندس فعلا. ومحدش عارف بتروح فين ولا بتستخدم في ايه، وفي النهاية بنشوف المعاملة الإدارية بتتم ازاي حسب الفيديو اللي احنا شفناه. فأتمنى يكون ده اقتراح رائع جدا، تكون يعني ما يمكن أن نسميه دار وطنية كبيرة. بالضبط كده، لرعاية الأيتام واللي عايز يفيد اليتيم زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتبنى اليتيم ممكن أن يتبرع لهذه الدور الكبيرة اللي هي بيبقى ضامن على الأقل أن الفلوس اللي بيحطها فيها فعلا بتكون لرعاية اليتيم وتعليمه والاهتمام بصحته وإخراجه للمجتمع يفيد البلد ويفيد نفسه. تمام. بالنسبة للولاد اللي موجودين يعني احنا مش هنلغي دور الدولة، ولكن احنا مستعدين انا مع حضرتك ان شاء الله نعمل زيارة للدور ده ان شاء الله. كل المطلوب للعلاج النفسي للاطفال دي ويتم على نقطة المؤسسة الخيرية التابعة للمجموعة، واذا كان محتاج نقل الاطفال دي لاماكن اخرى يعني هنقدر نوفر لهم الاماكن المناسبة والرعاية المناسبة. ده رائع جدا. طبعا هشام بركات النائب العام ان يدي تعليماته بسرعه انهاء التحقيقات، لان في النهايه دول اطفال. مجرد وجودهم في تحقيق بيأذيهم نفسي اكتر من كده، ويتحول هذا الحيوان
حقوقش البني آدم إلى المحاكمة العادلة ويتم الإعلان عن العقاب القاسي. تمام، أشكرك جدا المهندس محمد الأمين، أشكرك جدا يا فندم رئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل الإعلامية. والمبادرة طبعا هي كلها الشرف بكرة إن شاء الله إن احنا نزور الأطفال، أطفالنا ولادنا وبناتنا دول، وإنه المهندس محمد الأمين طرح مبادرة إنه مؤسسة المستقبل الخيرية التابعة للمجموعة تتولى رعاية هؤلاء الأطفال. طبعا ده نوع من أنواع التكافل، وإن احنا نشيل الحمل شوية عن الحكومة وعن الدولة لغاية ما المشكلة تتحل بشكل كامل. وطرح ايضا مبادره مهمه ايضا انه الرئيس عبد الفتاح السيسي بينشده انه يتولى ايضا او ينشئ دار كبرى وطنيه لرعايه الايتام ولادنا زي ما حصل مع الاطفال المشردين في الشوارع، او المشروع اللي هيتعمل ليهم. وصندوق تحيا مصر ان شاء الله يكون عامر ويدخل فيه تبرعات اكتر، او مش تبرعات، احنا بنحب نسميها مساهمات من المصريين الشرفاء في كل المجالات، من اول جنيه لغايه مليار جنيه ولغايه مليارات، ان احنا نعرف نحل مشاكلنا دي بالامكانيات، يكون عندنا تصور ورؤيه من خارج الصندوق، من بره الحلول التقليديه، من بره البيروقراطيه، ان احنا نوصل بهذه القضايا الى بر الامان، ان احنا نعرف نعمل حاجه. وزي ما قلنا دي عايزه نظام، عايزه سيستم زي ما بيقولوا. معانا ام احمد من القاهره، مساء الخير. حضرتك استاذ مجدي، اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. حضرتك انا متابعه الفيديو من بدري خالص، من وقت ما نزل على الفيسبوك، وشايفه المداخلات اللي بتحصل على التلفزيون على كل القنوات. طبعا مع احترامي المعالي محل الوزيره، كل المداخلات اللي بتحصل معاها هي طبعا مش فايده حاجه تعملها، كلام اللي احنا متعودين عليه هنا في بلدنا. عماله ترمي التهم على اي حد، عماله تقول لا واحنا اتصرفنا واحنا عملنا واحنا رحنا واحنا جينا، مفيش اي حاجه من دي بتحصل خالص، ولا للاسف هيعملوا حاجه وهندننا زي ما احنا ضايعين. زوجة الراجل اللي صورت الفيديو جابوها في مداخله مع الوزيره وبتقول انا قدمت البلاغ ده انا قدمت الفيديو من 3 شهور ومحدش اتحرك. كلام زوجة الراجل نفسه اللي بيعذب الاطفال ده، هي نفسها برضو كلامها مش سوي. طب انت ساكته ليه من ساعه ما صورتي من سنه كامله؟ احنا اتكلمنا كتير والكل اتكلم كتير، بس احنا عايزين حلول، عايزين حل لدون حرام اللي بيحصل في الاولاد دول. حلول بعيدا عن الكلام. اشكرك جدا ام احمد من القاهره. استاذ ماهر من القاهره، مساء الخير. مساء الخير استاذ مجد. اهلا استاذ ماهر، اتفضل يا فندم. انا حضرتك انا بتخيل ابني عمر عنده 9 سنين، تمام؟ انا بتخيل ان الراجل الكلب ده ان هو بيضرب ابني هذا الضرب المبرع. وانا حاسس يا استاذ مجدي ان انت في قلبك حاجات او في صدرك حاجات عايز تقولها، يا ريت حضرتك يعني تنفجر، يا ريت حضرتك تنفجر وتعبر عن اللي احنا حاسين بيه. مش هقدر اقول لك غير. عندك حق استاذ ماهر من القاهره، هنفجر اكتر من كده. ايه هقول ايه يعني؟ انا مش عارف يعني، كلكم منفجرين وكلنا منفجرين. طب يعني المسألة يا جماعة محتاجة ناس تانية، محتاجة فكر تاني، إبداع تاني، خيال تاني، محتاجة ذهنية وعقل مختلف تماما يفكر في المشاكل دي. يمكن الانفجار إن احنا أنا ما بحبش أقول كلام صعب أو أشتم حد أو أقول أو أتهجم على حد، بس أنا قاعد قدام أهلي من المواطنين المصريين، بس ما اقدرش اقول كلام لو انا بره الشاشه ممكن انفعل واقوله اكتر. لكن انا بكلمكم وانا بشوف الفيديو معاكم، لكن اللي انا شايفه انه يمكن الانفعال والانفجار مش هيجيب نتيجه قوي قد ما ان احنا نقتنع، والقائمين على امورنا دلوقتي يقتنعوا ان احنا مشكلتنا هنا وهنا. هنا ان احنا ما عدناش بنحس قوي، مسؤول ما بيحسش، او ما عندوش يعني ما عندوش القلب والنحراره دي، وانه ما بيفكرش في حلول من خارج الصندوق، ما بيفكرش بابداع، ما بيفكرش بطريقه ابتكاريه، ما بيشوفش النظام اللي ينفع لده ايه. زي ما قلت لكم في كل العالم بيقول لك خلي النظام هو اللي يشيلك وهو ماشي يشغلك، لانك انت كبشر كواحد وزير او 100 واحد معاك في الوزاره، مليون واحد، مش هينفع. ده 5000 جمعيه في الجيزه لوحدها،
معانا مرة تانية أو تالتة السيدة الفاضلة غادة ولي وزيرة التضامن الاجتماعي. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. سيادة الوزيرة، سيادة الوزيرة غادة ولي، سيادة الوزيرة طلبت مداخلة تانية بس أنا مش سامع صوت حضرتك يا فندم. ألو. أيوة كده سامع صوتك يا فندم، اتفضلي. أيوة سيادة الوزيرة حضرتك على الهواء. ألو. أيوة سيادة الوزيرة أنا سامعك. أنا بشكرك، أنا بشكر حضرتك وعاوزة أوضح بعض الحاجات لأني أنا سمعت البرنامج كله. أول حاجة عدد الجمعيات في محافظة الجيزة. اتفضلي يا فندم. دول 5000 جمعية يا فندم في جميع التخصصات، دول مش 5000 جمعية لدور الأيتام. أنا عارف طبعا. عدد الجمعيات النشط أقل كثيرا من هذا العدد. ده محافظ الجيزة اللي قال إن إحنا عندنا 5000 جمعية، أنا عارف إن مش كلهم أيتام. أه وبعدين بس جمعيات بتشتغل على الناس. أيوة يا فندم. تمام. تمام. النشط فيهم عدد، عدد النشط فيهم عدد أقل من ذلك بكثير، في كثير من الجمعيات المسجلة غير النشط. ده يا فندم رقم محافظ الجيزة مش أنا رقم. أنا معاك، هو رقم صادق. مصر فيها 45,000 جمعية. ما هو كان المفروض يقول إنها مش ناشطة، في مش ناشط فيها. اللي أنا أقصده إن أنا مش عاوزة الناس تتصور، لا يعني خليني بس أوضح لحضرتك. اتفضلي. إنه هذا العدد غير قابل للرقابة وغير قابل للمتابعة لأن العدد كبير كده عن اللزوم. عدد الجمعيات في مصر بالنسبة لعدد السكان مش نسبه مرتفع. مصر تحتاج الى مزيد من الجمعيات ومزيد من العمل الاهلي ومزيد من انشطة المجتمع المدني. طيب هو احنا طب السؤال الحاجة التانية بس فضل. خليني اقول لحضرتك كام نقطة. اتفضلي. الحاجة التانية ان انا مع حضرتك انه هذه المنظمات والرقابة عليها والعمل معها مش عايز عقلية موظفين. تمام. يعني عايز نخرج قدر كبير من الابداع والخيال والمحبه زي ما حضرتك قلت. طب ده بيتعمل يا فندم؟ ده بيتعمل؟ اللي بيتعمل هو اللي حضرتك قلته بالظبط. خليني اكمل. اتفضلي. حضرتك قلته ان اللي احنا تفرغنا له في 3 شهور اللي فاتت رسم خريطه لكل هذه المؤسسات، تعديل اللوائح لكل عمل هذه المؤسسات، التعاون مع المؤسسات الدوليه عشان نشوف بره بيعملوا ايه. انا هبعت لحضرتك بعد اذنك بكره القانون. حضرتك قلت ان الرجل المسؤول لازم يعمل على اللوائح والسياسات والقوانين، هو ده اللي اتعمل وتعدل في 3 شهور السابقه. تمام. محتاجين ندرب الناس على تطبيق القانون، ومحتاجين ان احنا ندرب العاملين عندنا على تنفيذ القانون، ومهم جدا الردع. المحاسبه هدفها انك تردع الاخرين. تمام. المهم في الاخر اللي انا عاوز اقوله لحضرتك انه فكره الكاميرات فكره كويسه، انا بقول لحضرتك محتاجه تدرس ما رفضتها. تمام تمام سياده الوزير. ذكر الدكتور سامي عبد العزيز مهم جدا، واحنا عندنا نظام للاسر البديله وللتبني، ولكن عندنا مقاومه كبيره جدا من الطرفين، من طرف العاملين في الوزاره على فكره تسكين الاولاد في اسر. معاك يا فندم. ومن ايضا الاسر ان هي تقبل انها تضم ليها في بيوتها مع اولاد تانيين مش اشقاء ليهم. طيب سياده الوزيره، فكره تجميع الاولاد باعداد كبيره بالالاف في تجمعات كبيره دي فكره درست بره، ويفضل انك تحط الاولاد في تجمعات اصغر عشان يشعروا بارتباط بالاولاد الاخرين. نحطهم الدولة تحطهم في اصغر ما فيش اي مشكلة، بس يعني الاقتراح اطرح انه صندوق تحيا مصر يتبناهم. اخر حاجة لو تأذن لي ان انا اقولها لحضرتك. اتفضلي. اي اخر حاجة لو تأذن لي اقولها لحضرتك. ارجوك. انه حضرتك قلت ان مفيش مسؤولين انتقلوا لزيارة الاولاد. اللي حصل ان وكيل اول الوزارة انتقلت للمكان وقعدت مع الولاد من الساعة 3 الظهر لحد دلوقتي، هي موجودة لحين انتهاء التحقيقات. ان مدير عام الرعاية موجودة، ان مدير عام الاسرة والطفولة موجودة، في 6 مسؤولين بارزين. وحضرتك يا فندم معلش اعذريني بس معلش انا ما اتحركتش ليه؟ لان انا لما انا هقول لحضرتك تمام انا هقول لحضرتك ليه؟
لان انا كنت نازله رايحه، ولكن لما اتصلت بمدير امن الجيزه قال لي ان في تجمهر كبير من اهالي بيحاولوا يدخلوا المكان، وان الناس الولاد اللي في الموجودين في المكان مش هم الولاد اللي في الفيديو. فاحنا انتظرنا وصول النيابه ووصول شرطه الاحداث ووصول قوه الشرطه، وفي 6 موظفين من الوزاره موجودين الى الان. الحل مش في انتقال الوزير او المحافظ. هو ذاكرا وقلت المطلوب وضع سياسي. هو مدير الامن السيد المدير الامن الفاضل، يعني مدير الامن ما جابهمش لحضرتك ليه يعني؟ لان الاولاد لازم يبقوا في المكان، انا مش هقبض على الاولاد واجيبهم، لان النيابه هناك بتصور المكان وبتصور الاولاد وبتتاكد. طيب سياده الوزيره هم فين دلوقتي؟ عشان في ناس كتير عايزه تزورهم، هم فين؟ اولا خليني اقول لحضرتك، معلش خليني اقولها، اولا زياره الاولاد مش محبذه، لان لازم الناس لما تزورهم الاولاد يبقوا عارفين الناس دي بتزورهم ليه، لان احنا الاول عايزين نعرف هو الفيديو ده بقاله كام سنه. منظرهم لله حتى لو مش هم. ما هو احنا عندنا احنا دلوقتي هيتنقلوا الاثنين دار ايتام. اللي هم البنات هيتنقلوا لدار ايتام. اسمهم ايه؟ مش هقول لحضرتك اسمهم، هبعت لك اسمهم وعنوانهم. في واحده في العبور، في واحده في دار ايتام في العبور، دار ايتام في العبور اسمها فيس، لو حضرتك عاوز تعرف اسمها ايه. سيف. فيس فيس يا فندم. فيس. ايوه فيس. اوكي. وفي دار ايتام اخرى في العجوزه جنب الوزاره في مبنى ملاصق للوزاره، هيتنقل ليها عدد اخر من الاولاد، بنشوف سنهم كام بالظبط وظروفهم ايه بالظبط عشان ننقلهم لمكان مناسب. اوكي. وبكره هيكون عند حضرتك المكان اللي استقروا فيه، واذا كان من الملائم زيارتهم ولا لا بعد تقديم رعايه نفسيه ليهم، ونكون عرفنا الاولاد اللي لقيناهم في الدار دول هم الاولاد اللي في الفيلم ولا لا، لان ده كان شاغل النيابه الاول. تمام. اشكرك جدا سياده الوزيره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي. ومعلش احنا طولنا، ولكن احنا عندنا فقره مهمه جدا، وزي ما نوهنا لحضراتكم حوار ولقاء مع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، هنتكلم معاه في احوال القلعه البيضاء النادي الكبير والجهاز الفني الجديد والالتراس وغيره، وايضا احلامه وطموحاته مع جماهير نادي الزمالك العريضه والعظيمه في بطولات، لانه زي ما حضراتكم عارفين انه الكره المصريه لا تستوي على الاطلاق بدون وجود نادي الزمالك في المنافسه، ونادي الاهلي ونادي الاسماعيلي وكل الانديه المصريه. بعد الفاصل هيكون معنا المستشار مرتضى منصور على الهواء مباشره في هذا اللقاء الخاص. بين إبرام الصفقات الجديدة وتغيير الجهاز الفني ومضي موسم من الانكسارات والانتصارات، يسعى نادي الزمالك إلى استعادة الأمجاد الإفريقية والمحلية بالموسم الكروي الجديد برئاسة المستشار مرتضى منصور الذي تولى مقاليد الأمور بالنادي في 29 من مارس الماضي. لم يمض سوى 4 أشهر على رئاسة منصور للزمالك، وبدأت مبكرا صراعاته الرئاسية بالصدام مع محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب رفضه لقرارات لجنة الأندية التي يرأسها مرتضى منصور وعدم حضور اجتماعاتها، ثم كان الصدام مع اتحاد الكرة مهددا بحله بعد رفض الجبلاية طلب هذه اللجنة بإقامة الدورة الرباعية لمسابقة الدوري من دورين، إضافة إلى رفض توصياتها بإلغاء الهبوط وتقسيم الدوري إلى مجموعتين بالموسم الجديد. وبالرغم من مساندة مرتضى منصور لفريق الكرة بالزمالك وجهازه الفني، إلا أن الفريق عجز عن حصد درع الدوري الغائب منذ 8 مواسم عن النادي بعد أن خيب آمال جماهيره وحل ثالثا بالدورة الرباعية إثر هزيمتين متتاليتين من الأهلي وسموحة وفوز واحد على بتروجيف. وكالعادة لم يكن أمام الزمالك سوى بطولة الكأس التي نجح بالفعل المارد الأبيض في حصدها كي تكون حافزا قويا قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا. ومؤخرا كانت الإطاحة المفاجئة بالمدير الفني أحمد حسام ميدو واستقدام العميد حسام حسن في لغز جديد من ألغاز منصور.
وفي الوقت الذي يحاول فيه مجلس إدارة نادي الزمالك توفير أجواء الاستقرار لحصد البطولات، تشهد الفترة الأخيرة خلافات بين مرتضى منصور رئيس النادي وأعضاء بأولتراس وايت نايتس، وسط تبادل للتصريحات بين منصور وبيانات الرابطة. وبين هذا وذاك، فإن جماهير القلعة البيضاء متشوقة لرؤية الفارس الأبيض على منصات التتويج وعودة مدرسة الفن والهندسة لتفتح أبوابها من جديد. هشام الرباط، هنا العاصمة. نادي كبير جدا وجماهير عظيمة جدا، وايضا رئيس مجلس اداره ومجلس اداره ورئيس مجلس اداره حضراتكم عارفين ان هو ما بيخافش اساسا وبيدخل مواجهات كثيره جدا، متعود على كده. وعلشان كده النهارده كان اول رئيس مجلس اداره لنادي مصري يروح للنائب العام ويتقدم ببلاغ ضد افراد من الالتراس الزملكاوي نايت وايتس صح؟ لا صح. مش لا 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 قصدك تقول البلطجيه لا طيب يعني خلينا نسميهم بالمسمى. سياده امير الزمالك المحترمه العريقه ما تعملش كده. طبعا سياده المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره الزمالك، مساء الخير. مساء الخير. بس انا ليا تعليق على التقرير نمره واحد بس قبل تعليق التقرير عايز اقول لك بس لان انا متابع وانا بلبس البيت وجاي. هي غاده ولي لسه وزير التضامن الاجتماعي بعد المشهد اللي احنا شفناه؟ المشهد بتاع التقرير ولا بتاع الاطفال؟ لا سيبك مني انا. طيب الاطفال لسه وزير التضامن والمحافظ لسه محافظ يبقى ما عندهمش دم. احنا بدانا ما عندهمش دم. ليه حضرتك شفت الفيديو؟ وشفتك وده ربنا حتى الوصى على اليتيم. يعني ده ربنا سبحانه وتعالى وصى على اليتيم وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان يتيم. فالمجرم ده مش هو المسؤول الوحيد. انا سامع الست غاده هي تروح تتنكش وتقعد في البيت مش حاسه بالجرم اللي حصل. محافظ الجيزه بقول للسيد عادل لبيب المحترم السيد ابراهيم محلب وزير التنميه المحليه عشان بيعملوا حركه المحافظين دلوقتي تمام. ده لازم يروح. المشهد اللي احنا شفناه ده ولا اسرائيلي يعمله في غزه. طبعا. وبعدين طالعه بتقول لك اصل انا بعت وكيله الوزاره واصل انا ما اقدرش اروح اصل مش عايز اقول لك الاسماء. لا اصل انت تروح البيت تضربي شعرك اصفر ده بويا. طب خلينا بص ثانيه واحده بس لان المنظر ده طفله او طفله شفت الولاد قد ايه كارثه. ما لهمش ظهر ما لهمش سند يا اخي. ده احنا طوال كده وعراض وفي الدنيا دي من غير لازمه عشان ابونا يعني الواحد ابوه وام وام انا ابويا وام ميت ماشيين بالبركه بجد والله. فتخيل ده بقى لا اب ولا ام ولا خال ولا عم ولا اي حاجه ولا يعرف يعبر. ده بيقول له يا بابا هو بيضربه. بيضربه ايه؟ لا ده ما بيضربوش ده فاكره كوره. شاطه زي الكوره. ده شاط زي الكوره. فست وزيره التضامن الاجتماعي مشكوره كده الصبح. وانا بقول للسيد رئيس السيسي من هنا من خلال البرنامج بتاعك حضرتك رحت زرت البنت الذين تحرشوا بها في ميدان التحرير. انا برجو سيادتك تروح تطيب خاطر اليتامى دول. اكيد اللي تروح له. اكيد هو هيعمل ان شاء الله باذن الله عشان دول مشروع كبير لرعايه الايتام. لا ودول بالذات ودول طبعا. لازم لان شعب مصر انت جبت مشهد وجع قلب المصريين. واحنا اعتدنا على انه الرئيس السيسي راجل قبل ما يكون حازم هو ليه قلب كبير. طبعًا. احنا شفناه في مواقف كتير. انسان انا بطلب منه الذي كان شاهد او الاخ عباس لو شافه او احمد المجموعه اللي حواليه او ايهاب بدوي يقولوا له او يروحوا له لازم يروح يزور الاولاد دول ويطيب خاطرهم لانه كده بيطيب خاطر كل مصري وكل يتيم سواء على فكره ما هو اليتيم ده مش في الدار بس ما في يتيم في بيت خاله بيربيه عمه بيربيه ابوه بيربيه. ده ربنا اللي وصى باليتيم وعليتيم. يا رب. ومش ربنا مش هيسترنا لما نكون اساسا ولا يصلح حالنا لما يكون عندنا قلب وضمير كده ونحس بالناس. طيب نبدا بقى في الزمالك تقرير. في الزمالك بس. بس انا عايز اقول لك على معلومه. اتفضل. انا يتيم بلا اب ولا ام وانا مات. طب فبالراحه عليا. انا يتيم بالراحه. طب احنا الاثنين ايتام. وانا قلت كده على فكره. طيب انا كنت على فكره وكيل نيابه وبوس ايد ابويا وامي طبعا. ولما ابويا وامي ماتوا جاب المقطم دلوقتي لو عايشين تبص رجليهم لا جاب المقطم وقع. لا اصل انت بتشوف دلوقتي حاجه ثانيه خالص. للاسف. ان شاء الله الدنيا تصلح. قول لي بقى اخبار الزمالك ايه؟ بس هلا بس وعملت تقريب بس. طب بصراحه انا لا خلاف بيني وبين الاستاذ محمود طاهر عشان هو قال لي ان في خلاف. رئيس مجلس اداره النادي الاهلي هو ما كانش ليه وجهه نظر
انا كان لي وجهه نظر عرضتها بكل شجاعه على الترابيزه. قعدنا في لجنه الانديه بالظبط، قعدنا قلت يا جماعه من وجهه نظري ان ما كانش في عداله رياضيه في هذا الموسم، في انديه لعبت على ارضها وانديه لعبت كل الموسم خارج ارضها. فمش ممكن اساوي بين ده واساوي بين ده. اتنين ما كانش في جماهير. نمر الثلاثه وده المهم، المسابقه لما بدات قالوا هنعملها يعني السنه الجايه اللي احنا ده الموسم اللي جاي ان شاء الله مجموعه واحده ومفيش هبوط. لما جينا في ناي واحنا قاعدين بقى بنناقش وقالوا لا احنا السنه الجايه مجموعتين، قلت ما دام هتعملها مجموعتين يبقى انت خالفت شروط المسابقه، يبقى اذا الغي الهبوط. بالاجماع بلا استثناء وافق على اقتراحي 22 نادي. اللي حصل ان النادي الاهلي كان بيمثله الاستاذ محمد عبد الوهاب. الموافق على الغاء الهبوط يرفع ايده رفع. اللي مش موافق على الغاء الهبوط ما يرفع ما يرفعوش. تمام. استاذ محمود طاهر طلع يعني النادي الاهلي في الاجتماع وافق على الغاء الهبوط كل الانديه بلا استثناء. تمام. بلا استثناء. تمام. انا اللي زعلني من استاذ محمود طاهر، اولا يعني محمود طاهر انا كنت بدعمه في انتخابات النادي الاهلي. هو كان حتى بيطلع بيقول محمود طاهر بيدعمني، وفي برامج كان ابراهيم معلم هيطلع فيها عندكم هنا في السي بي سي، وكان محمود طاهر بيكلمني ومحمد عبد الوهاب، فكنت بكلم بقى المسؤولين لا ده يعني اقعد اضغط وازاي والكلام ده. تمام. وهو قال مرتضى ساعدني في الانتخابات، وهو اول واحد بارك لي وانا اول واحد باركت له. تمام. ما عنديش مشكله معاه. اللي زعلني من الاستاذ محمود طاهر الاتي، اختلاف وجهات النظر تبقى على الترابيزه. يعني حضرتك دلوقتي هتقول وجهه نظرك وانا اقول وجهه نظري، ما ينفعش بعد ما امشي تقول وجهه نظر مخالفه ليا وانا قاعد قدامك. لا ما احنا بنتناقش بالظبط كده. تمام. فاستاذ محمود طاهر احنا كان في اجتماع مع السيد رئيس الوزراء عشان ندخل الجماهير المدرجات ترجع الجماهير بضوابط انا كنت واضحها، بطاقه هنطبعها باستماره في النادي، كل نادي بيطلع بطاقه باسم الجمهور يعني اللي عايز يروح، وبالبطاقه دي يشتري التذكره مترقم عليها البطاقه رقم الكرسي، بعرف كرسي يوم ما يحصل مشكله في الكرسي ده بجيب الاستاذ ابقى عارف ده اسمه سيد مجدي محمدين عبده وعباس اي حاجه. واتفقنا كل لجنه الانديه اتنين كان عندنا مشكله مع كل الانديه مع الضرايب فيها النادي الاهلي والتامينات الاجتماعيه، حجوزات مليونات قديمه لمجالس ادارات قديمه. فاجتمعنا بالسيد رئيس الوزراء، والسيد رئيس الوزراء دعا كل الانديه ما فيهم النادي الاهلي، النادي الاهلي رفض يحضر. ما كنتش انا الداعي، اللي كان داعي رئيس الوزراء. اثنين كان في اجتماع مع السيد وزير الداخليه عشان برضو موضوع الجمعيه، كل الانديه حضرت بما فيها اتحاد الكوره ما عدا النادي الاهلي. فالسيد محمود طاهر طلع عمل بيان قال انا مش كومبارس. تمام؟ ادي واحد، فطبعا ده مفهوم المخالفه ان الناس اللي كانت بتحضر كومبارسات. اثنين قال انا ضد الغاء الهبوط. فانا رديت قلت حضرتك اقعد على الترابيزه قول وجهه نظرك وفي الاخر بنصوت. تنازلت انا الاستاذ محمود طاهر على رئيس نادي الانديه في اجتماع سموحه وقلت لهم انا ما عنديش مشكله، فالانديه كلها قالت عايزين مرتضى. انا كان في محادثه بيني وبين الاخ محمد عبد الوهاب اول امبارح. قلت له محمود طاهر لو رشح نفسه رئيسا لجنه الانديه شرف لجنه الانديه ان يقودها النادي الاهلي. انا ما عنديش مشكله مع حد. ده كلام جميل قوي. تاني بقول اهو محمد عبد الوهاب ممكن تجيبه وقعد مجلس اداره. قلت له تاني لو محمود طاهر وقلت له يبقى التصويت علني عشان انا اول واحد ارفع ايدي. ان انا مع محمود طه لا انا مع النادي الاهلي تمام. انا كده واضح لان الانتخابات ما بتبقاش اسماء على اسماء النادي بتبقى رئاسه النادي صح. النادي الاهلي لما يقود الانديه ده شيء مش يعني مش هيعمل حاجه مش طبيعيه، لا حاجه طبيعيه ان النادي ده بتاريخي بانجازاته ببطولاته بمجالس ادارته بصالح سليم بالوعي بكل دوت بجمهوره بكل جمهوره يقود ما عنديش مشكله. قلت له نعمل التصويت علنا عشان تعرف. وهو محمد حتى احنا كنا بنتكلم بخصوص الكابتن احمد فتحي انه بيقول الزمالك عرض عليا واحد مرتضى منصور عرض 21 مليون. قلت له لما يجي لك قول له طب هنطلب الاستاذ مرتضى في التليفون عشان ما بحبش انه يبقى فيه مساومه اهلي وزمالك على لاعب هنا عندي او عنده. لكن اي لاعب في نادي تاني ممكن نتصارع انا والاهلي عشان نجيبه نقوي عندي، لكن هو عنده لاعب او انا عندي لاعب لا احنا متفقين ما فيش تصارع. فقلت له اطلبه في التليفون ما دام هو انا متفق معاه على 21 مليون قول له هديك 42 يعني نضرب في 2 لو طلع الكلام ده صحيح. قلت له غير صحيح ما حصلش لا كلمته ولا قعدت معاه ولا عايزه. واخد بالك لان مبدا عندي ده لاعب مرتبط بالنادي الاهلي، اذا كان واخدني انا سكه عشان يزود تسعيرته عند النادي الاهلي قلت محمد احنا مش عايزينه مش هناخده، واتفاوض معاه بقى بخمسه ساغ بخمسه جنيه زي ما انت عايز، واخد بالك؟ فانا ما عنديش مشكله مع محمود طاهر. بالنسبه لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره كان عنده راي في اثنين من الاتحاد على فكره اعضاء في لجنه الانديه، الناس عشان فاهم لجنه الانديه دول الدوري القسم الاول كله، كنا 22 نادي، من 22 دول بيختاروا 9 مجلس اداره، واثنين من اتحاد الكوره.
انا علاقتي باستاذ جمال علام ومحمود الشامي وعصام رئيس لجنه الحكام وخالد لطيف طبعا وسيف، المجموعه كلها علاقه، وحسن فريد على فكره انا محامي حسن فريد، محامي حماده المصري، يعني معظم الاعضاء انا محامي. نفس كان الخلاف، قلت لهم هتعملوا السنه الجايه مجموعتين الغي الهبوط، هتعملوا مجموعه واحده انا اول واحد مصر، ما كانش في خلاف. تمام. طيب نروح بقى لنادي الزمالك. اتفضل. نادي الزمالك فيه قضيتين مهمين جدا. القضيه الاولى انا بحب ابدا بالمناطق الايجابيه. اتفضل. اللون الابيض الجميل. نادي الزمالك داخل موسم كروي جديد، عنده بطولات كثيره جدا هيشارك فيها، ونادي كبير بنتوقع منه دايما منافسه وبطولات وكؤوس ودروع وغيره. تم تغيير الجهاز الفني للزمالك واصبح العميد اللاعب الكبير والكابتن حسام حسن مديرا فنيا للفريق. ليه اخترت حسام حسن؟ وهل كان في مفاوضات معاه اثناء وجود حسام اثناء وجود احمد حسام ميدو زي ما اتقال؟ بص، حسام حسن انا جبته قبل كده. وحسام حسن قبل ما امشي رئيس نادي كنت جايبه يلعب ومضالي على بياض، وجي الاخ الثاني لما اتحل مجلس ادارتي ما رضيش يفعل عقده. لما جه الدكتور كمال درويش هو ادى واجبه، على فكره الدكتور كمال درويش وقبليه المستشار جلال، كل واحد فيهم ادى واجبه. هم مشوا حلم طولهم، وانا كنت رافض، يعني انا كراجل بقى كنت شايف مستقبلا ان انا جاي رئيس النادي القادم باذن الله من ناس من اعضاء جمال العموميه ودي على كده ان انا جبت اكثر من 80% من الاصوات. فكان ليا وجهه نظر، وقلتها لاحمد مرتضى قوي مجلس اداره، ما تمشوش حلم طولهم. المجلس خد قرار بحلم يمشي. فكلمت انا حسام حسن، ما كنتش عضو في المجلس. قلت له حسام لو عندك استعداد تيجي خلاص حلمي كان مشي. تمام. فقال لي انا مرتبط بمنتخب الاردن، عندي مش عارف ماتش فين وماتش فين، لكن انا بقول، وحتى هو قال كلمه في التلفزيون، لو مرتضى منصور رئيس نادي في اي وقت هاجي ادرب نادي الزمالك، لان احنا مرتبطين ببعض. انا على فكره محامي حسام حسن وابراهيم من ايام ما كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي. خلي بالك. وبرضه الناس برضه والمحامي اكرامي. عشان كده عايز اقول وسيد حمدي كان بيعرف، عايز اقول للناس ان قصه ان اهلي وزمالك ديا ده في المستطيل الاخضر، بمجرد ما ينتهي الماتش خلاص علاقات محمد باب صاحبي يعني مفيش مشاكل. المهم جهاز اتكون بتاع احمد حسام ميدو تشكيله غريبه جدا. فانا حبيت اصلح اللخبطه دي. لما جابوا احمد حسام ميدو فمعلوماتي ان ايمن يونس قال له هاتوا شامياك، وهاني زاد قال هات طارق السيد، ومحمد ابراهيم قال هاتوا عبد الرحيم محمد، يعني كل واحد جاب ايه اصحابه. وحتى عشان كده تلاحظ ان في الموسم ابتدى هشام ياكل وطارق يمشوا الاول، وبعدين مشي عبد الرحيم واحمد عبد الرحيم، شخصيه محترمه، احمد عبد الرحيم انسان محترم جدا. فاحنا قلنا بقى يجي جهاز فني يجي بناسه كلها. اللي هو جهاز فني متجانس مع بعض، عشان دي مشكله الزمالك ومشكله مجالس الادارات. يعني انا مثلا لما جيت قلت لاعضاء الجمعيه العموميه المره دي 2005 انتوا عذبتوني جبتوني نجحتوني، بس جبتوا معايا كل الناس اللي بتكره مرتضى. فما اشتغلناش، النادي المجلس اتحل، فهاتوا لي الناس اللي انا بقول لكم دي قائمتي اللي هي قائمه، واسالوني هعمل ايه في الانشاءات في الكوره في المبنى الاجتماعي، والحمد لله هقول لك دلوقتي عملنا ايه. فالناس طبعا الحمد لله جمعيه العموميه محترمه فعلا جابت القائمه بتاعتي بالكامل. تمام. فده حسام ابراهيم. احمد حسام ميدو انا بعتبره زي احمد ومرتضى بالظبط، هو صاحبه بعتبره زي يعني شاب كده منور وولد مؤدب جدا محترم. وانا كنت عايز ادعمه برغم ما كنتش موافق من البدايه ان حلمي يمشي. فاحمد لانه تجربته صغيره في كل هزه كان عايز يمشي. يعني تفتكر لما مره استقال على تويتر، فانا قلت ايه هو استقال فين؟ قالوا ايه على تويتر؟ قلت له انا رئيس نادي الزمالك مش رئيس نادي تويتر، وخدتها هزار، قلت لهم خلاص رئيس التويتر هو اللي يقبل استقاله. بعد ماتش الاهلي جه برضه قال لي انا عايز امشي، هو عنده يعني عنده حياه. يعني هو ماشي برغبته؟ 100%. ما انا اقول لك يعني المستشار مرتضى منصور ما اقلوش؟ لا ما اقلتوش خالص، ولا هو ولا الجهاز بتاعه. اصل هو خد الكاس برضه، خد بطوله. بالظبط كده، ما انا اقول لحضرتك قصه الكاس ايه. فهو لما جالي بعد ماتش الاهلي طبعا تقرير ان احنا خسرنا الدوري والكلام دون، يعني انا انزل اشوط البلانتي اللي محمود فتح الله شاطر عشان اجيب الجون عادي بتحصل. يعني ده كوره، البرازيل خسرت كاس العالم على ارضها، لا وخسرت سبعه ولا مش عارف وسبعه بتحصل الكوره. لا يعني انا النهارده العب في خط الوسط والكوره تجي في رجلي احمد توفيق راح جابها في جون. بس انت اتنرفزت قوي ساعه ما ضربه الجزاء ضاعت. طبعا بالتاكيد شفتك انا في المقصوره كنت عايز لا يعني ايه يعني اصل ضربه الجزاء دي انت عارف يعني بتبقى حاجه معنويه، بتقلب الماتش، بتقلب الماتش معروفه. وبعدين فتح الله ده ملك الضربات دي. ده حطها فين؟ ده في يمين ولا شمال؟ ده وداها عند الطياره. في طياره طالعه كده. المهم يعني فانا عايز اقول انه خساره محمود طاهر للكاس لا يقلل من جهده، وخساره نادي ومكسب
مرتضى منصور الكاس واخد بالك، ده مش معناه ان هو رئيس نادي عظيم. ده جهاز فني موجود بيبذل جهده، والتوفيق من عند ربنا عشان بس الناس تبقى فاهم. لان واحد كتب مقاله في مصر اليوم قال فيها، اسمه اسامه خليل، قال فيها الفرق بين الناس اللي هو احنا الرعاع اللي هم بتوع السجون، انا طبعا حبسجي قديم، وبس اتحبست في زكي بدر، واتحبست في سيد نوفل، اتحبست كلها قضايا ملفقه مش مشكله، اللي انا كنت مفروض مع النظام، مش هادي القضيه. ان الفرق بقى ان الاداره الحكيمه الحليمه المحترمه الجميله بتاعت محمود طاهر خد الدوري، فاحنا لما خدنا الكاس ومحمود خسر الكاس واخد بالك سكت. لا محمود طاهر بالاداره الحكيمه خد الدوري لانه كان لسه جاي، ولا مرتضى منصور بالاداره اللي هي بتاعت السجون دي خدت الكاس، لان احنا برضو لسه جايين. ده جهد كمال درويش ومجلسه، واحنا جينا كملنا عليه. وده جهد حسن حمدي ومجلسه، هو جه كمل. يعني خلينا نتكلم بصراحه. تمام. وده الاعلام للاسف اللي هو احيانا مش بينتقد، بيسيء وبيشتم. زي مثلا ايه، في خبر نازل اول امبارح في صفحه اولى، في انا بحب اقول بالمكان يعني، في ارام مسائي، اخر افتكاسات مرتضى منصور، ان انا قابلت فرج عامر في اسكندريه وقلت له، هو طبعا هيمثل مصر في البطوله الافريقيه وانا في الكونفدراليه، فقلت له يا عايزين نبدل، خد انت دي، وكاننا قاعدين في الغيت يعني، واخد بالك يعني، ايوه اي اي يعني أي انا بس بقى لا حصل، لاني لا شفت فرج عامر ولا كلمت فرج عامر، وراجل محترم جدا، وانا اصلا طبيعي يعني الحمد لله، وبعمل ايدي كده ما بتعملش كده، ايدي متزنه وعقلي متزن، هروح اقول لرئيس النادي خد انت، هو انا ببدل معاه ده في اتحاد افريقيا يعني، ده كلام ده كان مكتوب لوائح في الاهرام السياسي صفحه. طيب فانا كلمت السيد رئيس الرابطه محمد شبانه، وقلت له انت بتزعل رابطه النقاد الرياضيين، قلت له انت بتزعل ايه رايك؟ يعني ساعتك اقول لك، قول لي رايك ايه. واحد تاني كتب خبر في جورنال الهدف يقول ان مرتضى منصور قال للاعضاء، انا طبعا هقول لك الانشاتي، روح صورها، عامل حاجه ولا نادي في العالم. لا انا عارف، ولا اعطيت يافطه وبيقول ايه، انا عضو في نادي زمان، اعتذار، خلي بقى اعتذار لاعضاء جمعيه عموميه موجوده لغايه دلوقتي وانا مصورها لك، ان انا اسف جدا ما قدرتش اكمل عشان العيد دخل علينا، انا بعتذر لكم وهنكمل بعد العيد. قال لك ان انا قلت بقى اللي مش عاجبك والدماغ في الحيطه. ده كلام يعني، ده زي ما قلت ايه، ده ما بيبنيش، ده بيهدم، ده بيأخر. لا عايزين نبني. المهم ارجع بقى تاني ليه. طب ممكن ترجع بعد الفاصل؟ اتفضل. طيب هنروح لفاصل ونكمل مع مستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، وهنتكلم معاه في الانشاءات في نادي الزمالك، وهو اهدافه ايه في الموسم الجديد، وهنتكلم ايضا في ازمه الالترس اللي حصلت في نادي الزمالك. لا مش الالترس، ازمه البلطجيه. خلاص ازمه ما تسمهمش الترس اللي حصل امبارح. لا عايز اقول لك يا مجد ان في الترس أكيد. شباب محترم أكيد جدا طبعًا. جدا، انما لما يكون عشان بعض الافراد، لما نقول لا ما تسمهمش دول تبع الحد. طيب. لا تبع اهلي ولا زمالك، نقول البلطجيه المجرمين. لا ما هو اللي يعمل العمل ده يبقى بلطجي. بالظبط، ده طبيعي. هو حد يعتدي على نادي ضرب نار ورصاص ويضرب الامن والكلام ده لما يبقى بلطجي. بعد الفاصل هنكمل حتى لو اختلفنا حول المسميات. اهلا بكم من جديد، وبنواصل لقائنا مع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. سياده المستشار، جماهير نادي الزمالك محمليني مجموعه اسئله لحضرتك. تحت امرك. تحت امرك. السؤال الاولاني، بتوعدهم بايه في الموسم الجديد، خصوصا انك انت عندك صفقات لعيبه ما شاء الله، مجموعه لعيبه بيقولوا فريق الاحلام رجع تاني، ومدير فني جديد كفء زي حسام حسن، ورئيس نادي عنده تصميم واراده، ونادي كمان بيتبني من جوه من جديد. بتوعدهم بايه؟ شوف الاول بس انا عايز اكمل ميدو مش ازاي عشان تفهمتني، عشان فهو جه بعد ماتش الاهلي قلت له كمل، اوعى تمشي وانت مغلوب من النادي الاهلي. فجه بعد ماتش السموحه لما حصلت الهزيمه، فقلت له مش هتمشي يا ميدو، انسى، انا عايزك تكمل تجربتك عشان دي تجربه شاب عايزها تنجح. يعني انا كان ليا تجربه وانا وكيل نيابه اللي هي بتاعت الكتاب اللي انا الفته في القانون، كانت اكبر موسوعه، وناس شجعتني وجيت اتهزيت شويه كده لغايه ما كملت وطلع الحمد لله الكتاب، كان في مكتب كل قاضي وكيل نيابه ومحامي دلوقتي. قلت لهم لازم يا ميدو هكمل التجربه، وبعد الكاس هتاخده باذن الله لما تمشي وانت ماشي مرفوع الراس. بمجرد ما خدنا الكاس طبعا كان قرار مجلس الاداره، كنا طبعا كان حسام وابراهيم موجودين في الساحل الشمالي وانا كنت في مراسي، جولي هناك وجيت المجلس كله، لان معايا تفويض من المجلس، بس عشان حسام وابراهيم يحسوا ان ده قرار مجلس مش مرتضى اللي بيحبهم. في نفس الوقت حصل طبعا مش اولا في المرتبات، نفس المرتبات اللي كانوا بياخدوها من اربع خمس سنين هنا، استاذنا سمو الامير علي في الاردن،
كانت حصلت مشكلة صغيرة اللي هو طارق سعيد. طارق سعيد الجماهير المحترمة مش العيال الصايعة. العيال الصايعة دي ولا تهز شعرة من راسي، لكن في جماهير محترمة اعترضت وقال طارق سعيد ده كان بيلعب في الزمالك وسابنا وراح الاهلي. تعرف حاجات في حساسيه برضو طبعا. يبقى دكتور ولا مهندس ولا وزير وعنده الحته دي. قالوا لي خاصه ان ده الموقف حصل معاك انت. يعني انا كنت رئيس نادي وجالي فيليتي في احمد عرابي طارق، كان موجود خالد لطيف، وبعدين جاله تليفون. المفروض الكابتن شوبير ايام ما شاف كان في قناه ايه كده، فالمهم ايه بيقول لي ده طارق سعيد في الاهلي، فطلع ده جنبي هنا اهو، اديته التليفون. فطارق قاعد يقول الو 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 الارسال ضعيف، وراح واخد التليفون وراح واخد تاكس واخد بالك وراح سيبني وماشي وراح اتعاقد مع النادي الاهلي. فالناس مش ناسيه الموقف ده. فانا قلت ربنا نفسه بيسامح يعني، لكن في جماهير ما بتسامحش. ف بالاتفاق طبعا مع حسام وابراهيم بدلنا طارق السعيد، يعني احنا بدلنا حسام ميدو بحسام حسن، وبدلنا طارق السعيد بطارق سليمان. يعني انا برضو بحب طارق وطارق، طارق وطارق. والولاد سافروا مع يعني السبب الرئيسي ان انا محتفظ يعني بحسام وريم، انت عارف عندهم روح قتاليه، سواء كانوا لما كانوا في النادي الاهلي لعيبه او في نادي الزمالك لعيبه او مدربين او في الاردن او في المصري، واخد بالك؟ فدول لاعبين عندهم هذه الروح القتاليه، عندهم اراده النصر، ودي اللي انا بحبها. يعني انت مجدي كنت تصدق 2007 بعد ما اتحبست في قضية سيد نوف الملفقة واتشطبت واتحبست ارجع رئيس نادي الزمالك تاني وعدوا مجلس، يعني دي حاجات بتبقى عندك ارادة النصر انك ترجع، هم عندهم الارادة. فانا بوعد جماهير الزمالك بلاتي، يعني طبعا انت عارف عندي جماعة عمومية وعندي جماهير، جزء من الجماعة العمومية اهلي من الاهلوية، وجزء من الجماعة العمومية في الاهلي زملكاوية زملكاوية على فكرة. فبالنسبة للجماهير انا عملت اللي عليا وجبت احسن لعيبه في مصر، منتخب مصر تقريبا في كل الاماكن. يبقى اي فريق عايز يكسب مش مشكله اللي بيلعب، المشكله اللي قاعد على الدكه، صح؟ ان يبقى قاعد على الدكه على مستوى اللي بيلعب، وفي نفس الوقت يبقى عندك جهاز فني متكامل. وهو ابراهيم وحسام قالوا لي كلمه يعني احترمتها حضرتك لما نزلت، قلت دي قائمتي. يعني انا كده بصراحه حاولت ابقى عبد الحليم علي موجود، حاولت ابقى محمد صلاح موجود، لان انا ما عملتش حاجه غلط. يعني ان ميدو انا عارض عليه يمسك القناه الفضائيه بتاعه النادي، يعني في حاجه كتير لميدو. فقالوا ده فريق متكامل بتاعنا، حتى عامل غرفه الملابس هم اختاروه، خلاص دي ارادتهم وده فريقهم وتفضل. فانا بوعدهم بامر الله بفضل ربنا ان شاء الله حصد البطولات، بس ده محتاج توفيق ربنا طبعا، والجماهير المحترمه ترجع. الجماهير اللي كانت بتيجي تستمتع، الراجل ومراته واولاده مدرجات يستمتعوا، لا بينضرب عليهم نار ولا شماريخ ولا يسمعوا لفظ بذيء، ونلاقي عائلات في المدرجات ولاد وبنات. انت شفت مجد ايام كاس افريقيا اللي اتعمل هنا، شوف المصريين المحترمين العظمه، الستات والبنات الجمال والشباب وتحضر وجمال ورقي وكل حاجه، انما السفاله والوساخه وقله الادب اللي احنا عايشين، المستنقع اللي ضرب دون، واخد بالك؟ وانا بحمل الاعلام مسؤوليه كبيره. ان عيل لما ده يطلع بيان، عيل بلطجي يطلع بيان، ما تنشروش، اهمله، ارميه في الزباله، والجهات الامنيه والرقابيه تحقق. لكن انت عيل زي ده يقول لك وسوف اقتحم، ويكتب له سوف اقتحم، انت بتساهم في جريمه هنا، انت كاعلامي سواء بقى تلفزيون او صحافه انت بتساهم في جريمه. ويمكن انا كان ليا حوار معاك امبارح بالليل وانا بكلمك، ان انا كصحفي لما انشر هذه البذاءات وهذه، ما انا شريك في هذه الجريمه، انما لما يحصل اهمال كامل مع تطبيق القانون بكل حسم وحزم، ودي القضية اللي هنتكلم فيها بس بعد ما نخلص بقى وندي الجماهير بيه. فانا بقول للجماهير يعني انا عملت اللي عليا وجبت جهاز فني محترم وجبت احسن لعيبه، فاضل توفيق ربنا وتشجيعكم انتوا، لانه من غير جماهير الزمالك وغير جماهير الاهلي والاسماعيلي والاتحاد والمنصوره وكل الانديه دي، لا احنا لينا قيمه ولا اللعيبه ليها قيمه، ولا يعني الكره ليها طعم، ولا ليها طعم، واخد بالك؟ وانا دايما اقول ان الجمهور والاعلام هو اللي بيصنع اسم مرتضى، هو اللي بيصنع اسم حازم، هو اللي بيصنع اسم محمود طاهر، واخد بالك؟ عشان كده العتاب بيبقى دايما على الاعلام جامد، لانه القاضي اللي قاعد على المنصه حكمه بيبقى قاعد 30 واحد في القاعه. انما الم صحفي او كلام او الكاميرا دي، الاعلام اللي قاعد يتكلم المذيع، ملايين بيشوفوه وله تاثير كبير جدا، ليه تاثير على النشء وليه تاثير على كل الناس في وكمان في تكوين الراي العام. فانا ده وعدي الجميل. بالنسبه لاعضاء جماعه عموميه، انا بفضل ربنا الحمد لله طبعا ارضيات اتعملت، الرخام كلها، بنيه تحتيه كلها اتعملت، عملت اذاعه داخليه على اعلى مستوى، اتعملت حديقتين للاطفال، انا كنت سعيد جدا جدا اول امبارح والاطفال جايب لهم انا الحاجات دي الحمد لله على حساب من امريكا عشان هديه مني للاطفال. يعني والله العظيم يا مجدي الاولاد اللي دخلوا اقتحموا ضربوا نار دول، لو شوف الاطفال الصغيره بيجي مثلا طفل عنده 3 سنين واخد بالك يسلم عليا ويبصني، فاقول له طب انا اسمي ايه؟
يقول لي منصور في اخر او طدى واخد بالك. فده شافني فين؟ ده شافني في التلفزيون وابوه وامه قعدوا اتفرجوا وصدقوا مرتضى وهو بيتكلم واخد بالك. دول انا وعدتهم قبل الانتخابات تعال شوف اولا المبنى الاجتماعي بقاله 9 سنين واقف وكان عليه مديونيه الاخ ممدوح عباس. طبعا انا استلمت النادي مديونيه 306 مليون جنيه مش انا اللي قلت دي لجنه بتسلمه بتسلم 306 مليون لما يبقى جوجو 48 مليون وايمن وعنيز 10 مليون ومش عارف مين خد 15 مليون وكل بياخد ويمشي. كان عندي المبنى الاجتماعي ده مفخره لنادي الزمالك ده واقف بقاله 9 سنين عليه فلوس للمقاولين العرب. كلمت الراجل المحترم رئيس مجلس اداره الشركه محسن بيه وقلت له انا عايز اسدد المبنى. فبنسدد مندونيه وبقى لهم دلوقتي شهر شغالين وهيسلموني بعد 4 أشهر هتشوف مبنى رهيب. ملاعب الناشئين السيد وزير الشباب والرياضه المحترم سعيدنا هتشوف ملاعب لا موجوده في اسبانيا ولا في ايطاليا ولا في البرازيل 6 ملاعب على اعلى مستوى. انا هنا برضو خلي بالك بكمل كمال درويش الجزء ده بكمله ومجلسه. عندنا نادي الزمالك من 64 ما فيهوش الا حمام سباحه واحد فوق وحمام صغير تحت. عملت 2 حمامات سباحه هستلمه بعد 3 أسابيع خلاص خلصوا وصبوا 3 أسابيع. عملت 28 حديقه جديده تمام. كل ده احنا في 3 أشهر ونادي مفلس وكان عليه يعني خزينته فيها 6 جنيه اشتريت احسن لعيبه في مصر. 6 جنيه بجد؟ اه 6 جنيه ده 6 جنيه. بفضل ربنا الحمد لله بحمد ربنا الحمد لله انه اللي خدت فلوس من البنك لغايه دلوقتي بسدد اللي عليا. يعني انا في مدربين كانوا موجودين بطلبهم انا اقول له انت خليك كام فبسدد منين؟ هقول لك ازاي؟ هقول لك نادي المنصوره كان ليه فلوس سددتها له. بني عبيد كان مدينا لاعب سددتها له. اللعيبه دي لما جيت اجيب اول لاعب كانوا رافضين يجوا. السمعه كانت سيئه جدا. اول لاعب جه عندي فيليتي وخد فلوسه كاش بقى بيقول لزمايله لدرجه ان كل لعيبه مصر عايزه تلعب في الزمالك. رجعت بتوع اليد تاني اللي كان يد وسله وطاره. انت عارف الالعاب دي برده من الالعاب اللي هي بتساندك في كره القدم وبتاخد يعني اليد ده كان ثالث العالم. وصلنا ان انا بلعب دور الطرديه عشان ههبط مع نادي الحوامديه. كل ده اتعمل في الحمد لله بفضل ربنا. تعال شوف البوابات معموله بشكل محترم مكتوب نادي الزمالك نادي الوطنيه والكرامه معمول بالنيون الجميل. كل ده تعال شوف الكراسي والترابيزات الجديده اتعملت. جاب لي النادي 36 حمام جديد عشان تخش دوره المياه كانك في اعظم الفنادق. ده الاعضاء الجمعيه العموميه. الجماهير ده وانت بتشتغل ده وده يخش شويه عيال صيه يضربوا نار. هنتكلم فيها. طيب اسمح لي قبل ما اروح لفاصل سريع خبر ورد إلينا الآن أنه قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد الذي يحقق في قضية فساد الأهرام أو ما تسمى فساد مؤسسة الأهرام الصحفية قرر حبس الأستاذ ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق 15 يوم على ذمة التحقيقات. كانت هناك جلسة تحقيقات اليوم معه في هذه القضية والقضية دي ممتدة منذ فترة طويلة. قرر ثروت حماد حبس الأستاذ ممدوح الولي 15 يوم على ذمة التحقيقات. هنشوف حضراتكم بعد الفاصل وهنكمل مع المستشار مرتضى منصور. اهلا بكم من جديد ونواصل حوارنا مع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. وهساله في هذه الفقره بالتحديد عن هقول له السؤال بالطريقه اللي ما بيحبهاش. هل لديك مشكله مع بعض جماهير الزمالك اللي بتسمي نفسها وايت نايتس ولا مشكله مع اشخاص محددين؟ واللي حصل امبارح في نادي الزمالك كان من جمهور. انا بسال بقى حقي. لا اللي حصل ولا مش جمهور؟ لا اللي حصل امبارح من البلطجيه اللي بيولعوا في الجامعه تمام بيضربوا اساتذه الجامعه اللي بيشتموا الوسخات القذرات اللي في الشوارع ومعروف ابو سبيل ده بلاغ. لا حضرتك تقدمت بيه ابو سبيل الاول. ادي الجمهور جماهير الزمالك حضرت الاف مؤلفه انا اللي مدخلها وانا في وسطهم خلاص هتفت طبعا. للمدرب الجديد ومرتضى دي جماهير الزمالك المحترمه تمام مش العيال الصايعه البلطجيه. انا كان الامن منع دخولهم عندي في النادي وهم طبعا شايفين دلوقتي انا اللي خرجت دخلتهم حتى الامن بقى مستغرب انا مش خايف قلت له ما بخافش من حد ده انا وزير دخلت مين الجمهور ولا بتوع امبارح؟ لا جمهور لا جمهور تمام الجمهور. اللي جاي اللي هو قعدوا ساعتين ثلاثه في التدريب هتفوا ومحترمين ومشوا بمنتهى ده الجمهور العادي طول عمره نادي الزمالك جمهوره كل جماهير مصر المحترم عدا الصايع دول خلي بالك. شوف يا سيدي سيد مشاغب ده سبق اعتقاله وحبسه لانه ده بلطجي. احمد بحر
احمد رجب بتقول اسماء اللي في البلاغ اللي في البلاغ اللي في البلاغ. طب جبتهم منين الاول؟ عايز اعرف. الكاميرات صورت كاميرات النادي واعترفوا على بعض كمان. حضرتك عارفهم بالاسم وبالشكل؟ هم اتقبض على حد فيهم؟ لا، في صدرت امر ضبط احضار. تاني سيد مشاهد، صلاح ابو شاهد اخوان المسلمين، ياسر سيد وشورته بوجو، احمد الصغير وشورته جودزيلا، ده عنده قهوه في شارع احمد عرابي، احمد بحر عنده قهوه برضو، مصطفى طبله، احمد الاسماء دي على مسؤوليه حضرتك طبعا، ده بلاغ رسمي يا بيه. تمام اتفضل. احمد رجب، احمد صلاح المعلم الكبير اللي بيطلع البيانات واللي جه واقتحمه، احمد فايز، واد اسمه اسلام، واد اسمه مرقص. تمام. عملوا ايه بقى؟ نادي الزمالك انا عامل مؤتمر صحفي الصبح 4 ساعات قاعد، انتوا قد بتوع بشلوش ومتغمر واجا، اقسم بالله يفرتكوكوا، اقسم بالله يعملوكوا كده، ده انا من البلاد ما بترحمش. بعد ما مشيت ورايح لاولادي في بس انت ماشي مع القانون. لا انا هقول لك دلوقتي قانون، انا هقول لك دلوقتي عملت ايه. وزير الداخليه شايفني وسمعنا اكتر من 6 لقاءات عشان نرجع الجماهير، رئيس النادي الوحيد اسامه بيه الصغير شايفني وسمعني، اللي هو مدير الامن العام، سيد بيه شفيق اللي هو مدير مباحث الوزاره، كلهم شايفينه وسامعني. الجهد اللي انا ببذله عشان ادخل جماهير، تمام، يبقى اذا انا مقصر في دخول الجماهير. قال لك لا اصل هو عايز التدريب بقى، كاتبين على الموقع بتاعهم الزباله ده، خد بالك اللي في بلاغه تقدم لوزير الداخليه الموقع دي متسابه ليه التحريضيه، اصل انا نقلت الامن قال لي امرني انقل التدريب في الدفاع الجوي بتاع حسام ابراهيم فراح الدفاع الجوي. تمام اتفضل يا بيه عشان تعرف قال كدابه. التدريب فين بقى؟ في ملعب نادي الزمالك جوه النادي. نادي الزمالك قال كدابه، قال سفله، خلاص الاسماء اللي انا قلت دي القيادات. راحوا اجروا 3 اتوبيسات من شرق هيا بيه، الجمعيه التعاونيه لنقل الركاب بالهرم، وجبنا نمر العربيات، ما انا كنت رئيس نيابه، ما ينفعش معايا الكلام ده انا، خلاص. وتصوروا صوت وصوره من اول ما الاتوبيسات نزل جمع دار العربيه لغايه ما دخلوا، دخلوا عملوا ايه؟ ضربوا 10 قنابل. مين موجود في النادي بقى؟ قنابل؟ قنابل مولوتوف يعني؟ قنابل مولوتوف، قنابل جوه النادي؟ بما النيابه عينت مشكوره لان العام رئيس نيابه انتدب وراح عين. تمام تمام، ده جوه نادي. وضربوا رصاص حي ودخلوا المبنى الاجتماعي. طب انت انت بتاع كوره، اولا كان حسام ابراهيم راح وخلاص المعسكر في اسكندريه مش موجودين، ولا انا موجود. تمام، برغم هم سجلوا بعد مكالمه احنا كنا داخلين نضرب مرتضى منصور بميه نار على وشه، وادي اسمه احمد شبرا. تمام، وتسجل له المكالمه، بيسجلوا بعض لما ابتدوا يعترفوا على بعض. تمام، طيب في مدخل المبنى الاجتماعي مصلى الناس بتصلي، كان صلاه العصر، دغدغوا الناس، دي صور موجوده، دغدغوا الناس، دغدغوا اللي بيصلوا، اللي بيصلوا اللي ساجدين بيصلوا، ده يبقى جمهور؟ لا لا، جمهور الزمالك عمره ما كان كده ولا جمهور مصر. عشان كده بقول للسيد رئيس الجمهوريه بقى، انا بكلم رئيس الجمهوريه. طب طب انا عندي اقتراح. لا ثانيه واحده بس، عندي اقتراح بس في حته صغيره. طب طلع رئيس الجمهوريه. لا اقول له ليه؟ اقول له خليك مع النائب العام. لا خاطبه ليه؟ لما اقول لك عملت بناء بقى، سياده الرئيس، الناس انتخبتك ودعمتك وانا اول واحد وما زلت بدعمك عشان تعود دوله القانون. قانون الطوارئ ده قانون، انا في مجلس الشعب استاذ مجدي 5 سنين ضد قانون الطوارئ، وكان كمال الشاذلي يعمل معايا 100 خناقه اقول له انا ضد قانون الطوارئ. فاكر انا ضد قانون الطوارئ، بقول لسيادتك قانون الطوارئ او حاله الطوارئ لا معلناتش تاني علشان البلطجيه والارهابيين هتتعمل امتى؟ حضرتك ترضى؟ قصدك ان الظروف مختلفه تماما دلوقتي. دلوقتي لو في قانون طوارئ احيانا القانون القانون العادي لا يسع في النيابه ولا يسع في الشرطه. حضرتك مستني ايه لما بعد اذن حضرتك وانت ليه بخاطبه بقى؟ لان هو في ايده سلطه التشريع دلوقتي في غياب مجلس الشعب او مجلس الامه او مجلس النواب زي ما عايزين يسموه. انا يا فندم اللي ضد قانون الطوارئ، اللي اعتقلت انا من زكي بدر بقانون الطوارئ، وكنت وديتي قانون الطوارئ، بقول لحضرتك حاله الطوارئ، الولاد اللي بيتولع في الجامعه، الولاد اللي بتضرب اساتذتها، الولاد اللي بيحرقوا الاتوبيسات، الولاد اللي بيخشوا الانديه لما يكون عندي اطفال عندهم 7 سنين حمام السباحه جنب المبنى الاجتماعي. ده احنا المكان الوحيد العائله المصريه اللي او الاسره المصريه اللي بتودي ولادها بالعربيه او بالتاكسي وتدخلهم النادي في الامان، هو الانديه. الانديه يا جماعه كل انديه، الانديه المصريه بنبقى مطمنين جدا لما تنزل ابنك او بنتك يروح التدريب او يروح يلعب او يروح يقعد في النادي الاجتماعي او يسبح او غيره، مطمن ان هو جوه نادي. تمام،
انت بقى لما تبقى في اي مكان تاني ما بنكون لما يكون ابنك حمام السباحه جنبنا الاجتماعي وابنك يجي طلقه، اولا انا عندي اهو ده جرح نافذ، ده فرد امن جه اعترض، اتفضل يا فندم اهو في الاخبار صفحه اولى بسم الله الرحمن الرحيم. ده عمل ايه ده؟ ده فرد امن، فرد امن خد سنج في بطنه، في بطنه، في بطنه. اه سياده رئيس الجمهوريه من فضلك من فضلك انقذ مصر. طيب تعلن حاله الطوارئ للبلطجه والارهاب. طيب هتيجي تقول لي يا جماعه حقوق الانسان، انا معاك حموم الانسان بتاع الانسان. ها حضرتك يخش المواطن ايا كان متهم مجني عليه الاسم يعمل بكل احترام وادميه. انما البلطجي اللي بيقتحم جامعه وبيقتحم نادي وبيروع الامينين، ده هم الجماعه الارهابيه بيهددوا من دلوقتي لما تيجي الجامعات هنعمل كذا. حضرتك من فضلك فاضل سهر يا سياده الرئيس من فضلك. طيب اعلن حاله الطوارئ والقانون في ايدك. طيب بقول لحضرتك. طيب عشان الناس مش يعني انت في نادي مش حاسس بامان، في الجامعه ابنك مش حاسس بامان، في الشارع البلطجي مش حاسس بامان. لا لا، وفي ايد حضرتك وبتحمل مسؤوليه قدام ربنا وقدام الملايين اللي حبتك رقم واحد وانتخبتك رقم اثنين. حضرتك اعلن حاله الطوارئ، وما اقولكش لكل البلد. حضرتك البلطجي والارهابي، وحضرتك ايه واحد مثلا يقول لك انا بقى بناصر مش عارف مين ولا ابو سعده ولا حفظه ولا اسماء دي كلها، انا بتاع حموم الانسان. اقول له حق الانسان احافظ على كرامته لما يكون انسان محترم، انما البلطجي اللي يخش نادي فيه 4000 شاب وبنت وست يجريهم بضرب النار، على فكره رصاص حي، خلي بالك والنيابه عينك مش كلامي، ده رصاص حي وده متصور فيديو صوت وصوره، والولاد دول لسه في الشوارع هربانين، واخد بال حضرتك؟ بقول لحضرتك لا، من فضلك يا سياده الرئيس الناس بتحبك وتحترمك وبتثق فيك، من فضلك اعلن حاله الطوارئ لان القانون موجود، هتعرف قانون الطوارئ موجود. حضرتك بيعلن الحاله في حالتين، بلطجه وارهاب، وما اعتقدش في مصري واحد يا استاذ الفاضل لما بتحصل خناقه بين الباعه الجائلين بيطلعوا طمنجات بيموتوا بعض وانت تمشي في الشارع تجيلك طلقه، فين قانون الطوارئ؟ فين حاله الطوارئ؟ لكن اللي يحصل في نادي الزمالك ده وحصل في الاهلي قبل كده وحصل في اتحاد الكوره ولعوا اتحاد الكوره، محدش بلغ، ما اعرفش بقى بيخافوا يبلغوا. انا مكمل، عشان كده انا رحت قابلت، انا كلمت سيد وزير الداخليه امبارح، قابلت سيد مدير امن الجيزه، كلمت سيد دي شفيق واسامه بيه الصغير. انا مش هسكت النهارده، كنت المجلس الاداره كله قابلنا معالي المستشار المحترم النائب العام. انت رايح ببلاغ بس انت طلبت ايضا بتسليح بالظبط كده امن نادي الزمالك، ده هيبقى صعب بقى. هقول لك حاجه، هيبقى في مشكله. انت انت يعني انت يرضيك واحد يخش عليك بطبنجه يضرب طلقه يموت عيل وانت قاعد بتتفرج؟ ممكن اطالب الداخليه انها تامن النادي. لا للاسف لا، ما لهاش علاقه بالانديه، انا خلينا برده مش عايز من بره. ما هو حضرتك بقى ما يمنع لك الاقتحام من بره بدل ما يكون امن طيب النادي مسلح. طيب طيب هو الداخليه هتامن الجوامع ولا المدارس ولا المصانع ولا مترو الانفاق ولا محمد ابراهيم يخبط دماغه؟ ما انا عايز اقول لك برده ما هو في النهايه العبء بقى كبير. والجامعات وغيره. اه بالظبط، ما هو برضه عليه، ما هو يعني ظباط كل يوم بيموتوا ولا كمين مثلا واحد ضابط ياخد طلقه ولا عسكري، واخد بالك؟ فانا بقى انا ليه بخاطب استاذ رئيس الجمهوريه بقول له الكلام ده؟ اقول له النادي الوحيد اللي في موقعة الفرافره اللي اعلن انحداد ثلاث ايام والغى الاحتفال بالكاس، كل يوم واخدين الكاس، فمن فضل حضرتك حفاظا على اطفال النادي اللي كانوا هيموتوا امبارح والسيدات الفاضلات خلاص. وبعدين عندي سرقه بكراهه، عندي مصور صحفي اتسرقت منه كاميرته وضربوه عوروه، عندي عضو في النادي كسرين له دراعه ورجله، فين ده؟ احنا خدنا قرار النهارده، اولا طلبنا 30 رخصه سلاح للنادي. النادي ما فيه سلاح. حضرتك القانون بيقول حق الدفاع الشرعي عن النفس وعن المال. تمام؟ هما ناسين ان النادي فيه مدير امن كان لواء شرطه معاه طبنجه، بس انا كنت محرك حد يخش نادي طبنجته. مدير امن النادي معاه طبنجه، كل الناس معاهم طبنجه، صحفيين ما عندي اعضاء معاهم طبنجات. مرخصة. اه طبعا كل ده مرخص طبعا، كنت مانع ده يخش صح. حتى كان ضابط شرطه بيجي عشان يجدد عضويته طبنجته بره اقول له حطها في عربيتك. لا انتهى الكلام ده خلاص، في حق الدفاع الشرعي عن نفسه وعن المال. وبقول لكل اب وام، انا في النادي بتاعي مسؤوليتي احمي العضو الكبير قبل الصغير مع مسؤوليه الدوله. حضرتك ابنك بلطجي وصايع وداخل يضرب نار جوه النادي، تحمل المسؤوليه. انا بطبق القانون، مجلس الاداره بالاجماع النهارده خد قرار بتسليح امن النادي. حضرتك هتضرب خرطوش هتنضرب بخرطوش، هتضرب طوبه تنضرب بطوبه، هتضرب عصايه تنضرب بعصايه، انما انا مش جوه النادي. جوه النادي. طب حضرتك قاضي كبير ومحامي كبير ومستشار كبير، يعني
هل ده من ناحيه قانونيه انا ده يدفع شرعي؟ يمكن ما اعرفش ده بص يا فندم هو حضرتك جايب الامن ليه؟ عشان يدافع عن النادي واعضائه واعضائه لما يخش على هو اولا هم عددهم حوالي 70 80 اللي دخلوا امبارح اقتحم تمام ودخل مبنى الاجتماعي ولا لو في وقت اسمعك بقول لك احنا عايزين نضرب مرتضى منصور ميه نار في وشه تمام ده جاي لك بقى جاي لي وجاي لي الاعضاء ما هم عارفين انا مش موجود تمام ما هو لو راجل فيهم كان جاي وانا موجود ما عارفين انا مش موجود واخد بالك عايز اقول لهم يا زكي بدل ضرب عليا نار 70 مره انا قلبي الحمد لله حديد يا جماعه بقول اهو الطفل الصغير ابنك اللي عنده 3 سنين دوت اللي في حمام السباحه لما يسمع طلقات الرصاص وينزل يغرق دي مسؤوليه مين الست الحامل اللي تجري وتقع على وشها عشان دول لا ما انا في معركه انا وكل الشرفاء في مصر مع العيال دي وبعدين الالتراس انت بتكلم عليهم بيقول لي بقى اللي بيقول لهم ده غلط بيضربوه يعني في ماتش اسكندريه بتاع مازيمبي انا عملت دعوات واديت الالتراس الحقيقي جمهور الجمهور الحقيقي الزمالك الحقيقي خلاص فانا اديتهم دعوه يحضروا وفي عدد كبير منهم حضر مع الجماهير العاديه تليفونات هنموتكم هنقتلكم ايه ده في ايه مين دول مين دول ده طيب. 100 عيل من بشلوش يفرتكوكوا مين دول لا 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 مين انت مين يلا بالقانون يا بنت انت مين تاني بقول اهو حضرتك هتضرب ده القانون قال لي كده ضربك عصايه اضربه عصايه ضربك طلق اضربه طلق ده مش انا بقول ده خلاص في بيتك في النادي ده بيتي داخل بيتي طبعا هو بيت الاعضاء ده داخل بيتي ده بيقتحم بيتي وداخل فين بقى ده مش في مدرج ده في المبنى الاجتماعي يعني ايه المبنى الاجتماعي اللي فيه المصلى اللي فيه الاعضاء اللي فيه السيدات الفاضلات اللي فيه الاطفال واخد بالك فالنائب العام مشكور النهارده قابلنا وطبعا مهتم جدا منتدب محامي عام ورئيس نيابه قابلنا عادل بيه سعيد والنيابه بتحاول عملت اوامر ضبط واحضار وتحفظت على الشرايط دي لكن هي دي معركه مش معركتي لوحدي معركه الدوله كلها الدوله هتقف ضد الولاد دول اللي هم احنا بقى نفخنا بقى ايوه ابطال 25 يناير وكان بيجي البلتاج يقول له ايوه يا ابني ما قالوا لنا العيال دي كنا 25 يناير لا انت عايز تروح مخيره الشاطر روح مخيره الشاطر سيد مشاغب ده اتقبض عليه قبل كده هربان من الجيش يعني انت رايك ان في حد وراهم طبعا في ايد كبيره اتوبيسات يا فندم اتوبيسات جايه متاجره من الشركه يعني اللي انا قلت عليها يعني جماعه تعاونيه اللي معناه اتهام مباشر للاخوان ولا لمين لا ما هو النيابه بقى بتحقق دلوقتي اتهام مباشر للاخوان واحد كان عمل نفس القصه دي مع العمري فاروق بالحرف نفس القصه مع عمري فاروق لو تفتكر لما كان وزير شباب الراجل محترم وبعت له نفس البلطجيه دول عيطت فين القاهره طبعا لا والله عيطت في مراسي في مراسي وسايب العيال وجيت طيب عشان الزمالك بالظبط شفت دراما وبرامج في رمضان يعني قضيت رمضان ازاي رايك ايه في بيت دعاره لا والله بيت دعاره ايه يعني ايه ملاحظاتك على ملاحظاتي ان مسلسلات وسخه انا بقول لك مسلسلات وسخه كانك بالظبط يعني اخلاقيا من ناحيه الاخلاقيه حسيت ان انا في خمسه باب وضرب الهوا بالظبط كده دخلوا بيوتنا وسخات وقذرات الواد يقول لها ايه هنركب طب لا استنى 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 بعد اذنك وصف وما تقولش طيب الواد يقول لها ايه لا ما يقول ما تنقلش اذا كانت اتقالت على الشاشه طيب ماشي اتقالت اتقالت في المسلسل وتقول له انا وليه وسخه وليه ايه ده ايه السفاله دي يعني 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 هو في مين يا جماعه ما فيش حد بيراقب الناس دي ايه الاجرام ده اولا بص مسلسلات قولها قذرات يا بلطجي يا خاين يا سافل يا ست دي ستاتنا ما شفتش حد من جمعيات حموم الانسان اتكلم وقال ايه دوت كله حط بتاع الحفاظ على البيت المصري والناس بالظبط كده ادي نمره واحد اتنين البرامج اللي اتعملت رامز انا اللي مربيه خلاص بس ايه اللي عمله ده بيرتكب كل يوم جنايه شرف قتل ليه ده برنامج مقالب ما حاجه يا بيه ده الناس بتغرق في الميه حاجه من الاثنين ها يا هو وهم بينصبوا علينا ومتفقين يا اما دي حقيقه ده شرف قتل الله افرض واحد عنده القلب افرض واحد عامل يعني حلم بكر ده عامل اتجوز 18 واحده يعني عامل القلب وصاحبي طب بس عامل القلب واخد بالك افرض مات ايوه بس ممكن يكونوا هم ماضيين ان موافقين اكيد هم ماضيين ان هم موافقين على انهم يموتوا لا هل من ناحيه قانونيه البرامج دي تجرم يا بيه ده شرف قتل كل يوم ده شرف قتل واحد بياخد واحد بيموته بيقول لك انا مامنه وملبسه لايف ده لابسه مين ده بيطلع يقول لك انا مجنون انا مش عاقل طب واحد جيب لنا واحد مجنون على الشاشه طب انت مجنون يا رامز خليك مجنون في البيت بس الناس ما زعلوش وما رفعوش قضيه ولا اي حاجه لا في واحده رفعت قضيه طيب هو السؤال هو ممكن تكون بالاتفاق يبقى نصب علينا دي توصيفها قانوني نصب طب تنصب على لا وبعدين عايز اقول لك حاجه يعني البرامج دي المسلسلات الاعلانات مطلع شعب مصر شعب اهبل لما بيرمي الفازه واخد بالك شوف انت الاعلانات دي لا وبتروح تشتري الذهب واخد بالك ده الناس بتستهبل
هو شعب مصر ده؟ لا طبعا. شعب مصر اهبل وعبيط؟ هو في يا جماعه؟ لا بجد انا بصراحه مستغرب. رمضان السنه دي اسوأ دراما، اسوأ برامج، اسوأ اعلانات. ما حدش فكر يعمل معاك مقلب في البرنامج من مقالب رمضان؟ يموت. يا ازاي يموت ازاي؟ يعني ينزل ميه ما يطلعش. ولا مره حصلت معاك انهم وممكن تكون عملوا معاك مقلب ورفضت تتذاع؟ لا لا عمري خالص. لا هم بيخافوا. بس عايز اقول لك حاجه، بيقول لك لو بيجي لك الطوفان مش كده حط ابنك مش عارف ابنك تحت رجليك يعني ده شو الميه يعني حتى جت الميه مفيش هزار، ده الواحد بيغرق بيموت. وبعدين كم الالفاظ البذيئه اللي قالوها بقى الابطال بتوعهم. بس هي بتقال على يا بقى ما هو ده معناه ما بيطلع بقى انا اسف اوسخ ما عند الفنان. يعني الفنان ده مش حاجه محترمه وجميله، بشوفه بيصوت وبيلطم في ايه يا جماعه؟ هي دي مصر يعني يا رامز؟ عشان خدت لك قرشين هي دي مصر؟ ده انا زعلان منه زعل. كلمته لما قابله بقى بشوفه. طيب لما اشوفه طبعا ما حدش يجرؤ. قال لك ما حدش يجرؤ يعمل معايا برنامج هو نفسه قالوا له اعمل. بص قعدوا يسخنوا الواد اسمه باسم، اسمه اللي مشي ده اسمه باسم ايه يوسف، اعمل حلقه على مرتضى، اعمل حلقه على مرتضى. فهو الشيطان لعب في دماغه، عمل حلقه. قلت له حت ماما هتروح وما هتشتغل تاني وما اشتغلش تاني. فهو هو رامز قالوا له ايه بتعمل حلقه على مرتضى؟ حلقه على مرتضى؟ طب ازاي يعني هتيجي ازاي؟ واخد بالك؟ فانا بقول للفنان اللي بيطلع بحمله المسؤوليه لانه من حقه يقول له لا من فضلك ما تزعش. واحد بيموت. وبعدين كم السويت اللي احنا سمعناه. وبعدين الفنانه بتبقى كده جميله وحاطه مكياج وعامله شعرها وكاويه وبتاع، فجاه بتقعد تلطم. اولا بتهز صورتها قدام الناس. فانا بقول مع هو الفن له احترامه وله وقاره، والمسلسلات دي لو ما اتعملتش لجنه ما تقوليش اصل ده كده على الحريه. لا مش كده على الحريه. واحده تقول احسن انا وسخه. لا لا كلام ما اتقالش. اودي يقول لها انا احسن عايز اركب المرجحه. امتى هو ده حصل؟ انا ما شفتش ده لسه النهارده شايف اللي بتاع المرجحه. طيب سياده المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، بشكر حضرتك جدا وشرفتنا ونورتني، وان شاء الله باذن الله الزمالك يكون احسن نادي في الدنيا وياخد بطولات، ومع اللاعبين والجمهور الجميل وحسام حسن وابراهيم وكل يا ريت الجمهور يا استاذ مجدي الحقيقي يتصدى الولاد دول ويرجع تاني للمباراه باذن الله، سواء جمهور زمالك او اهلي او اي جمهور. واكيد التحيات وهيتقبض عليهم وهيتعاقبوا وكل حاجه في بس الدنيا. في حاجه بقى يعني انا عرفتها من معالي النائب العام النهارده، ان هو كل ما بيقدم الولاد دول محاكمه في ناس بتروح تتنازل وتتصالح. تتنازل وانت هينفع تتنازل؟ انا بقول لك يعني المره دي لا في تنازل ولا تصالح. عارف ليه بقى؟ لو انا حقي اتنازل. انما الطفل اللي عيط، لا طبعا، الواد اللي خد سنجه في بطنه صح، والسيده اللي صوتت ورمت نفسها في الميه خوف منهم اتنازل، ده حق لا. ناس مش حق لا طبعا. بشكرك يا استاذ، بشكر حضرتك جدا سياده المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله ما يتكررش اللي حصل في نادي الزمالك ولا في اي مكان في مصر. نعيش في سلام دائم ونعيش في سعاده دائمه ونعيش في حاله تصالح وتصالح مع المجتمع، والزمالك والاهلي والاسماعيلي وكل الانديه المصريه والمنتخب المصري يكون جميل ويحصدوا كلهم بطولات. بشكر حضراتكم جدا واشوفكم باذن الله بكره في حلقه جديده من هنا العاصمه خلال اجازه الزميله العزيزه الاستاذه لميس الحديدي. صباح الخير.